السلام عليكم يا شباب، أتمنى إن أنتم كلكم تكونوا سامعيني الصوت واضح دلوقتي. إحنا السكشن ده المفروض إن إحنا في الأساس هنراجع أو هنشرح سريعا ونحل على جزء probability لحد آخر حاجة داخلة إن شاء الله في الميد تيرم. بس قبل ما نخش ونشرح، أنا حابب إن أنا أعرض قصاد منكم برضو الميد تيرمات بتاعت السنين اللي فاتت كانت بتيجي إزاي، بحيث تبقى عينك واخدة الميد ترمات بتاعت السنين اللي فاتت كانت بتيجي ازاي. فتعالى كده افتح لك الميد ترم. ده الميد ترم بتاع سنة 2020، تمام؟ ده الميد ترم بتاع السنة اللي قبل اللي فاتت. السنة اللي قبل اللي فاتت كان الامتحان فيها واقف لحد الجزء بتاع البروبابيليتي، ما كانش داخل. الامتحان كله كان على جزء الاستاتستكس. فبالتالي كان اول سؤال عندك مدي لك شويه كلاسز وبفريكوانسي وبيقول لك هات الكلاس ويدث، هات الكلاس باوندري والميد بوينت، اعمل لي الهيستوجرام المين والميديان والمود، وبيقول لك الرسمه ايه. السؤال ده انا شرحته اعتقد في السكشن شبهه كتير، وقلت لكم خلي بالك ان السؤال ده لو جيب الشكل ده بقى عليه 8 درجات، تمام؟ فبقى عليه لود كبير. فاكر لما انا قلت لك السؤال ده ان هو بيجي يفصصه لك حته حته لغايه لما يخليك ترسم وتحسب المين والميديان والمودي وعليه 8 درجات. بعد كده كان في سؤال تاني تحته الانجروبد داتا وبيقول لك احسب لي عليها المين والسامبل اند سو اون، وبيقول لك احسب لي انتر كوارتايل الحاجات اللي بتاعت البوزيشن والكلام ده. ده كان عليه 9 درجات. وكان في سؤال اخير كده في الامتحان ده كان بيتكلم على برضو على موضوع البوزيشن اللي هو البرسنتايل رانك والكلام ده. فكان الجزء بتاعنا، فكان الجزء اللي هو بتاع الامتحان ده اللي هو امتحان بتاع سنة 2020 كان واقف فيه لغاية لما انت شفت كده واقف على الجزء بس اللي هو بتاع الاستاتستكس. كان 20 درجة الامتحان، من 20 درجة واقف على جزء الاستاتستكس. ده النموذج بتاع السنة اللي قبل اللي فاتت. طب السنة اللي فاتت، السنة اللي فاتت الامتحان جالهم بالشكل ده. كان أول سؤال برضو شوية، يبقى زي ما أنت شايف كده عشان بس إحنا شايفين 2020. أول سؤال كان الداتا بتاعتنا جروب داتا وبيديلك عليها شوية أسئلة. 2021 برضو جروب داتا وبيديلك عليها شوية أسئلة وعليها 7 درجات. يبقى أنت لو ذاكرت موضوع الجروب داتا وإزاي بنعمل الجدول وازاي بتحسب الكلاس ويتس وازاي بتحسب السنترال تندنسي، اخدت 7 ل8 درجات في الامتحان، تمام؟ ده كان السؤال ده. طب السؤال اللي وراه، السؤال اللي وراه اللي هو بتاع اللي هو بتاع الايه، اللي هو بتاع الان جروب داتا. يبقى السؤال بتاع الجروب داتا على طول بيجي بعد كده السؤال اللي وراه ان جروب داتا، تمام؟ والسؤال اللي وراه، السؤال اللي وراه ده بقى اللي كان فيه لعبه بسيطه. ده السؤال انا شرحته معاكم في السكشن اللي هو كان بتاع ال weighted mean، تمام؟ ده كان سؤال بسيط وكان عليه 3 درجات اصلا في الامتحان. اخر سؤال ده بقى الامتحان الوحيد اللي كان فيه probability، تمام؟ فكان فيه السؤال ده عن ال probability وهشرح لكم السؤال ده ايه الحل بتاعه، تمام؟ كان عليه 4 درجات بس عن ال probability. دي كانت دردشه سريعه كده عن الامتحانات كانت بتيجي ازاي. الامتحان بتاعنا في الميد ترم محدش يخاف منه. الامتحان ان شاء الله في مستوى الطالب بيذاكر العادي، ما هو محناش طالبين طلاب سوبر. الأسئلة زي ما أنت شايف كده الأسئلة مش صعبة خالص. الامتحان بتاع السنة اللي فاتت ما كانش صعب بالمرة، امتحان السنة اللي فاتت ما كانش صعب بالمرة، ما عدا هو الجزئية بس، والله اللهم إلا الجزئية بس بتاعت السؤال ده فقط لا غير. السؤال ده كان فيه فكر، تمام؟ وساعتها احنا مشينا حلول عن حلول، حتى مش شرط تكتب المقام، ساعتها احنا اتفقنا على كده يعني. هشرح لك السؤال ده كان بيتحل ازاي. الأسئلة اللي قبل الأسئلة دي كانت أسئلة سهلة ومباشرة، ومفروض لو أنت مذاكر تعرف تحلها، محدش يغلط فيها. المفروض لو أنت مذاكر تعرف تحلها. حتى السؤال ده كنا شرحنا شبهه في السكشن السنة اللي فاتت، مفيش فيه أي مشكلة. زي ما أنا قلت لك هو كان مدي لك دي ومدي لك الإكس هنا واحدة مش موجودة، فأنت حسبتها وخلاص. فالمفروض إن أنت إيه، الموضوع بالنسبة لك سهل مش صعب، فأنت محدش يقلق من الامتحان. نص نص يعني اللي بيوقعك في الغلطه او نص الغلطه خطا بيجي منين؟ بيجي من خوفك الداخلي ان الامتحان صعب، فبتخاف وانت بتذاكر فما بتعرفش تذاكر. لا، الامتحان سهل وفي متناول ايدك وممكن تقفله بسهوله وتجيب ال 25 درجه او ال 20 درجه. اللي عليك ان انت تذاكر، مش هيجي لك بره اللي انت اخدته في السكاشن او المحاضرات. ذاكرهم، راجع عليهم في ترتيبك ترتيب منطقي وخلاص. انا عرضت بس في الاول كده باشمهندس، زي الميد ترم عشان تشوفوا الشكل عامل ازاي. حد اتفضل يا باشمهندس.
ما هو يعني احنا برضو خدنا يعني محتوى اكتر من اللي خدوه السنين اللي فاتت، ف يعني اللي داخل في الميد عندنا اكتر من اللي كان داخل صح السنين اللي صح فاتت. صح مفيش مشكلة. ما هو انا النهاردة هشرح لك جزء probability لغاية اللي داخل عند الامتحان ان شاء الله. الشرح بتاع السكشن بالاسئلة اللي هتتحل اللي هو على السكشن، مفيش سؤال بيخرج بره الاسئلة دي. حتى السؤال اللي كان جاي له من السنة اللي فاتت في probability كان جاي من السكاشن اللي احنا المفروض بنشرحها كل سنة. يعني على سبيل المثال للحصر، السؤال اللي هو ده، لو سوري، السؤال اللي هو ده الامتحان ولا ايه؟ لا مش ده الامتحان، ده السؤال اللي هو ده اللي جالهم صعب في البروبابيلتي. شايفين السؤال ده اللي جالهم صعب؟ السؤال ده اللي هو بتاع 8 و6 واختاروا لجنة 3 و3. السؤال ده لو انت فتحت الشرح بتاعي بتاع النهارده، او لو انت فتحت اصلا السنة اللي فاتت او السنين كلها، كان الشيت ده ثابت يعني مش بيتغير. مش انا بضحك عليك، لو انت فتحت الشيت اللي احنا بنحل منه هتلاقي وانت بتقلب كده جزء فين او الجزء ده، شايفين الصفحة دي؟ هتلاقي عندك في الشيت اللي هو بتاع سيكشن 5 و6، هتلاقي فيه عندك سؤال بتاع ايه، او ان ا كلاب زير 7 وومن اند 5 وين 5 من وكوميتي اوف 3 وومن اند 2 من از بيست تشوزن. يعني السؤال ده جاي منين؟ جاي لهم من السكاشن. ها باشمهندس اللي كان بيسأل، وصلتك الفكرة؟ يعني أنت لو ذاكرت ايوه يا سكاشن باشمهندس، ومحاضرات بالأسئلة بتاعتهم كويس قوي، تكون مش تكون حافظهم، لا تكون فاهمهم، أنت كده خلاص. يعني مسائل السكاشن ومسائل المحاضرات دول كافيين جدا، مع إن أنت تكون عارف الدنيا ماشية إزاي وفاهمها، خلاص هو ده الدنيا بتاعتك يا باشمهندس. أنت كده تخش الامتحان تقفله، مفيش اختراعات تاني. تمام ان شاء الله. هو طيب يعني الدرجات بتاعت الامتحان بانه ريتم بتتحسب بقى على الفاينل انسر ولا بتتقسم؟ يعني لو انا مثلا يعني طيب حاولت في السؤال، خلينا ناخد حاولت في اكزامبل، السؤال بس خلينا ما ناخد جبتش اكزامبل. الفاينل انسر مثلا. ده كده هو المودل انسر اللي انا ملتزم بيه اللي انا بصحح عليه، تمام؟ فالكلاس ويتس عليه درجه، الجدول ده كله عليه درجتين، فلو انت مجاوب شويه اكيد هديلك درجات. الحته دي عليها درجه، الحته دي عليها درجة. طبعا الاستاتستكس كلها ارقام، فلو انت غلطت في رقم من هنا بتنقص عليه، بس هي كلها على بعضها عليها درجه. زي ما انت شايف دي عليها درجه، القانون مكتوب فالقانون بنص الدرجة، القانون مكتوب قدامي فالقانون بنص الدرجة، كل حاجة كل تمام كلمة شكرا بتكتبها عليها درجات أهي. باشمهندس. اتفضل. وينفع حضرتك تبعت الفايل ده للمندوب؟ لا الفايل ده ممنوع، الفايل ده بس بعرضه هنا عرض بسيط وخلاص. يعني مش available بالنسبة لي إن أبعته لحد. طيب تمام. ماشي، انا عديت عليه بس تعديه بسيطه بس وخلاص، هو مش مسموح ليا ان انا ابعته لحد. يعني ما خدتش اكسكيوز يعني من الدكاتره اللي انا اعرضه، يعني بس بعرضه لكم عشان بس تشوفوا الدنيا عامله ازاي، عشان اطمنكم بخصوص الامتحان. تمام مش بس باشمهندس، هو في اتندنس؟ لا، انا خايف من اتندنس يخرج، مش هاخد اتندنس. انا جاي بشرح لكم بالليل عشان خاطر الناس اللي عايزه تلم منهج البروبابيلتي كانها مراجعه. باشمهندس معلش سؤال. اتفضل. هو انا كان بس عندي في اخر سؤالين اللي هو في شيت سيكشن 5 و6، ما كنتش عارف يعني فكرتهم بحلهم ازاي، حضرتك هتبقى تشوفه. اخر سؤال، سؤالين في سيكشن 5. احنا النهارده هنشرح كل امثله السكاشن بتاعت 5 و6، يعني النهارده هنشرح كل الامثله كلها عندي، هنشرح كل الامثله اللي موجوده ان شاء الله يعني، تمام؟ فخلينا نبدا السيكشن، وانا هوقف بين كل حاجه وحاجه. يعني كل توبيك من التوبيكس دي احنا هندرس مع بعض النهارده 5 توبيكس، اللي هو الايفنت اوبريشنز، وبعد كده الكاونتنج ميثود، والاكسيومز اوف بروبابيلتي، والكونديشنال، والبايز رول. بين كل توبيك وتوبيك هوقف 5 دقايق للاسئله، كل توبيك كده كده مش هياخد 35 دقيقه، 30 دقيقه بالظبط ان شاء الله، كل توبيك بالكثير قوي. باشمهندس الدكتور ما شرحش بيز رول وقال هنخليها بعد الميد تيرم. في دكاترة شرحت ودكاترة ما شرحتش، فأنا هاخد على اللي شرح، هأمنك أشرح لك الدنيا. الموضوع سهل جدا، أوريهولك إنه سهل جدا.
تمام، في دكاتره شرحت وفي دكاتره ما شرحتش. انا في سمعت من زميل ليكم ان في دكتور شرح لهم بيز رول وفي دكاتره ما شرحتش بيز رول، فخلينا نوصل لغايه بيز رول ونقفل. تمام، الموضوع سهل ونص ساعه زياده. فتعالوا كده بسم الله الرحمن الرحيم نبدا مع بعض، وزي ما قلت كده هوقف الاسئله بعد كل نص ساعه ان شاء الله لما نخلص. اول حاجه هنشرحها هي الايفنت اوبريشن. قبل لما نبدا عمليه البروبابيليتي اصلا، يعني قبل ما نبدا كورس شرح البروبابيليتي، لازم نعرف حاجه ان البروبابيليتي ده بيتكلمنا عن علم الاحتمالات. علم الاحتمالات ده يعني انت عملت حاجه وبتشوف النواتج بتاعه الحاجه دي اللي هتحصل، انت ما انتش عارف ايه بالظبط اللي هيحصل. يعني زي مثلا ان انت رميت عمله، تمام، فانت ما انتش عارف نتيجه انت رميت الجنيه ده، ما انتش عارف هيطلع لك ملك ولا كتابه لما انت جيت رميته، ما انتش عارف بالظبط هيطلع لك ايه، لكن انت عارف كده كده النواتج ممكن تبقى ملك وممكن تبقى كتابه. فاي تجربه انت بتبقى مش عارف الناتج بتاعها بالظبط هو ايه، والناتج بتاعها انت بتخمنه وتقول هو نسبه انه يطلع ملك هي 50% ونسبه انه يطلع كتابه 50%، دي التجربه دي اللي النواتج بتاعتها انت ما انتش عارف النواتج بتاعتها، انت مش عارف ايه هي ايه بالظبط، بنسميها راندوم اكسبيرمنت. بنسمي التجربه اللي انت مش عارف النواتج بتاعتها هي ايه بالظبط راندوم اكسبيرمنت. والراندوم اكسبيرمنت التجربه اللي انت ما انتش عارف النواتج بتاعتها الناتج بتاعها هيطلع ايه ب 100%، انت ما انتش عارف العمله دي لما ترمي تطلع 100% ملك ولا تطلع 100% كتابه، هي 50% ملك و50% كتابه. تمام، الراندوم اكسبيرمنت دي عشان تقول الناتج بتاعها هيطلع بنسبه قد كذا، فده بروبابيليتي، يعني احتمال الناتج بتاعها هيطلع كذا. فيعني احنا تحت نطاق البروبابيليتي بندرس البروبابيليتي ليه؟ عشان الراندوم اكسبيرمنت، ان احنا عملنا تجربه والتجارب الراندوم كتير، انت عملت تجربه والتجربه دي ممكن يطلع الناتج بتاعها واحد من مجموعه نواتج، فانت عايز تجيب احتمال ان كل واحد فيهم ممكن يحصل، ايه البروبابيليتي ان كل واحد فيهم ممكن يحدث. تمام، فمن هنا جه موضوع الراندوم اكسبيرمنت. جه ليه جوه كورس البروبابيليتي؟ لان البروبابيليتي اصلا بتدرس احتمال حدوث كل اوتكم من الاوتكمز اللي ممكن تحصل لك نتيجه الراندوم اكسبيرمنت بتاعتك. طيب الراندوم اكسبيرمنت لما انت جيت تجري تجربه وطلع لك مثلا التجربه دي عباره عن رمي العمله، فانت رميت العمله ممكن تطلع لك ملك او كتابه، النواتج كلها اللي هتظهر لك نتيجه الاكسبيرمنت، كل النواتج اللي ممكن تظهر دي بنسميها السامبل سبيس. اكزامبل تاني، لو انت جيت رميت زهر بنسميها ضاي، لو انت جيت رميت ضاي فساعتها النواتج اللي ممكن تظهر لك من رمي الضاي هو رقم، والرقم ده هيجي لك واحد من مجموعة ارقام بتبدأ من اول رقم واحد لحد رقم ستة، هو رقم من مجموعة الارقام اللي بتبدأ من اول رقم واحد لحد رقم ستة. فاحنا بنسمي مجموعة الارقام دي كلها او كل احتمالات النواتج اللي ممكن تظهر دي كلها بنسميها سامبل سبيس، دي اللي هي set of all possible outcomes، دي مجموعة دي كل الاحتمالات اللي ممكن تظهر لك، كل الاحتمالات اللي ممكن تظهر عندنا فبنسميها sample space. دي sample space يعني ايه؟ هي كل النواتج اللي ممكن تظهر لك لما تيجي تعمل random experiment. طيب sample space بنوصفها ازاي؟ بنوصفها بحاجتين، ممكن نوصفها جرافيكالي عن طريق حاجه اسمها تري دايجرام هنشوفها في الاكزامبل، او ممكن نوصفها عن طريق حاجه كتابيه بنسميها ستيتمنت ميثود وهنشوفها في اكزامبل، فهنشوف طرق توصيف السامبل سبيس في اكزامبل ان شاء الله. طيب بعد كده في عندك تعريف تاني اللي هو تعريف الايفنت. ايه الايفنت اصلا؟ ما احنا اصلا الدرس الاولاني بتاعنا اسمه ايفنت اوبريشن. الايفنت هو سبست من السامبل سبيس، هو جزء من السامبل سبيس. يعني ايه يا باشمهندس؟ مثلا لو انت بترمي العمله، لو انت بترمي الضاي مثلا، فانت لما تيجي ترمي زهر فالنواتج اللي هتظهر لك هو الناتج اللي هيظهر لك هو رقم، الرقم ده ممكن يكون اي رقم من اول واحد لحد ستة، فمجموعه الارقام اللي من اول واحد لحد ستة بنسميها السامبل سبيس، دي السيت اوف اول بوسيبل اوتكمز. لو انا جيت وقلت لك ان في ايفنت ايه، ايه الايفنت ده وعرفته لك ان هو عباره عن ان انت لما تيجي ترمي الزهر هيظهر لك رقم زوجي، هيظهر لك رقم زوجي، ساعتها هتقول ان الايفنت ايه ده عناصره فقط لا غير 2 و4 و6، 2 و4 و6 اللي هي مجموعه الارقام الزوجيه اللي هي
من السامبل سبيس، فهي تعتبر جزء من السامبل سبيس. انت نقيت الارقام الزوجيه اللي موجوده في السامبل سبيس وقلت ان هي دي الايفنت. انا اديت لك الكونديشن بتاع الايفنت ده ايه، او ايه هو الايفنت تعريفه ايه، وانت بناء عليه قلت عناصره ايه. فالايفنت كعناصر هو يعتبر جزء من السامبل سبيس، عشان كده احنا بنعرفه ان هو سبسيت اوف سامبل سبيس. طيب ايه مجموعه العمليات اللي عندك على الايفنت؟ اول عمليه عندك على الايفنت حاجه اسمها الكومبلمنت. ايه الكومبلمنت دي؟ لما انا اجي اقول لك ايفنت اسمه ايه، هو مجموعه الارقام الزوجيه اللي ناتجه نتيجه رمي الزهر، فهتقول لي الايفنت ايه ده، هو عباره عن الارقام بتاعت 2 و4 و6. لو انا جيت طلبت منك الايه كومبلمنت، اللي هو الكومبلمنت بتاعه، هي عباره عن مجموعه الارقام اللي موجوده في السامبل سبيس بس مش موجوده في الايه، مجموعة الأرقام اللي موجودة في السامبل سبيس اللي ومش موجودة في الإيه. طب إيه هي مجموعة الأرقام اللي بره الإيه، اللي هي موجودين في السامبل سبيس ومش موجودين في الإيه؟ مجموعة الأرقام دي اللي هي 1 و3 و5، لأن إحنا قلنا إن السامبل سبيس عبارة عن من 1 لغاية 6، والإيه ده الزوجي، فيبقى 2 و4 و6. يبقى الأرقام الفردية اللي هي بره الإيه هي إيه، هي الأرقام دي 3 و5 و6. بنعبر عنه بدياجرام اسمه الفينن دياجرام. الفينن دياجرام ده بنرسمه ازاي يا شباب؟ الفينن دياجرام ده بنعمل مستطيل بالشكل ده، ومستطيل ده بيعبر لي عن السامبل سبيس. هتعمل مستطيل بالشكل ده، المستطيل ده بيعبر لك عن السامبل سبيس. طيب بالنسبه للايفنت، اي ايفنت بتعبر عنه بدايره، اي ايفنت انا بعبر عنه بدايرة، ده كده ايفنت. تمام، ايفنت ايه. طب لو جه قال لك في الامتحان عايزك ترسم لي الايه كومبلمنت، بعد ما بترسم السامبل سبيس عباره عن مستطيل وترسم الايفنت عباره عن دايره، تروح انت جاي تعمل ايه، تروح انت جاي تهشر، عشان ده ايه كومبلمنت، تروح انت جاي مهشر بره الايه، لان ده الكومبلمنت بتاع الايه، اللي هي مجموعه العناصر اللي موجوده في السامبل سبيس ومش موجوده في الايه. دي طريقة عمل الفينن دياجرام، ده اسمه فينن دياجرام. ده من الدياجرامز اللي مطلوبة مننا، زيه زي التري دياجرام، هما الاتنين مطلوبين منك في الجزء ده. طيب بالنسبة لجزء الانترسكشن، في عندنا تاني عملية اوبريشن عندك على الايفنتات اللي هي الانترسكشن. ايه الانترسكشن ده؟ لو انا جيت قلت لك ان انا في عندي حدث ايه، ان الرقم اللي هيظهر لي نتيجة رمي الزهر هو رقم اقل من 3، فيبقى الايفنت ايه، هيبقى مجموعه الارقام 1 و2. قلت لك ان الايفنت بي هو ان الرقم يطلع لك زوجي، الرقم يطلع لك زوجي، يبقى الايفنت بي هو عباره عن مجموعه الارقام 2 و4 و6. طب لما اجي اطلب منك في السؤال هات لي الانترسكشن بتاع ايه وبي، هي مجموعه العناصر المشتركه ما بين ايه وبي. مين هم العناصر المشتركه هنا؟ البي 2 و4 و6، والايه 1 و2، فيبقى مين المشترك؟ هو العنصر 2. فيبقى الانترسكشن هو مجموعه العناصر المشتركه، بنعبر عنه بالفينن دياجرام زي ما انت شايف كده. رسمت مستطيل للسامبل سبيس، ورسمت دايرتين للتو ايفنتس A و B، والتقاطع بتاعهم هشرته. بعد كده في عندي اليونيون. اليونيون يعني اتحاد، انت هتاخد الايفنت A مع الايفنت B، تاخد الحلو من هنا مع الحلو من هنا وتركبهم على بعض، ده اللي هو ايه اليونيون، انت عملت الاثنين اتحاد مع بعض. تمام، لو انا جيت قلت لك ان الايفنت بي مثلا هو مجموعه الارقام الزوجيه نتيجه رمي الداي، فهو الارقام 2 و4 و6، الايفنت ايه هو الارقام اللي اقل من 3 1 و2، فيبقى الاي يونيون بي ايه العناصر بتاعتها، هتبقى العناصر بتاعتها 1 و2 و4 و6، 1 و2 و4 و6، مجموعه العناصر بتاعت الاثنين مع بعض بس بدون تكرار. طيب بنعبر عنها ازاي؟ بقدر اعبر عنها بالفينن دياجرام بمستطيل بالشكل ده، ودايرتين، دايره للايفنت A ودايره للايفنت B، وهشرتهم هما الدايرتين كلهم كده، ده هو اليونيون بتاعي. في عندي شويه ملاحظات عندي لازم تعرفها على الايفنت اوبريشن، ان اي ايفنت A تقاطع الفاي ده ايفنت فاضي، فاي فالاي تقاطع ايفنت فاضي، يعني بتشوف العناصر المشتركه ما بين A مع ايفنت فاضي، فيدي لك فاضي اكيد. طب الاي اتحاد ايفنت فاضي، اكيد هيدي لك ايه نفسه، لان الايفنت اصلا فاضي اللي هو الفاي ده. طب الاي التقاطع ايه كومبلمنت، يعني الاي تقاطع الاي كومبلمنت اللي هو اللي بره الايه، فهيدينا ايه الاي اللي هو جوه الايه، تقاطع اللي بره الايه
فاكيد هيدي لك فاي. مفيش حاجه، مفيش اي تقاطع ما بينهم، مفيش اي تقاطع مع اللي جوه مع اللي بره. اللي جوه الايه اللي هو الابيض ده ما بيتقاطعش مع اللي بره اللي هو الاحمر، فعشان كده التقاطع بتاعهم بفاي. طب الايه ده اتحاد الايه كومبلمنت، الايه اللي هو الابيض ده اتحاد الايه كومبلمنت، هما الاثنين اتحاد مع بعض بيدونا الاس السامبل سبيس كلها. زي ما انت شايف كده ان ده زائد ده بيدي لك السامبل سبيس كده، كده بتخش على السامبل سبيس كلها. الاس كومبلمنت ده فاي، لان الاس دي هي السامبل سبيس بتاعتك، فالكومبلمنت بتاعها اكيد فاي. الفاي كومبلمنت، الكومبلمنت بتاع الفاي هيدي لك السامبل سبيس. لما تعمل الكومبلمنت مرتين فبيلاشي بعض ويدي لك الايه نفسها. القانونين دول يا شباب بنسميهم دي مورجن ثيوري، الاي انترسكت بي اول كومبلمنت. طب ساعتها بنعمل ايه؟ بنوزع الكومبلمنت على القوس بتاعي ازاي؟ فهندي الكومبلمنت الاولاني يبقى اسمه ايه كومبلمنت، وهدي الكومبلمنت للتاني هيبقى اسمه بي كومبلمنت، والعلامه اللي في النص دي هتتعكس، بدل ما هي انترسكشن هتبقى يونيون. طب بالنسبه لهنا برضو كذلك، وزع الكومبلمنت عليهم، هيبقى ده بدل ايه هيبقى ايه كومبلمنت، بدل بي هيبقى بي كومبلمنت، وبدل اليونيون هيبقى انترسكشن، عكست العلامه. ده كده هو السمري بتاع الجزء الاولاني بتاع الايفنت اوبريشن. هل في حد عنده اي سؤال في الجزء بتاع السمري ده باشمهندس؟ قبل ما بدي نخش على حاجة الاسئله؟ اخر مستطيل اللي تحت اللي هو اللي فيه ايه متقاطع مع بي، اللي هم متلونين دايرتين كلهم باحمر، دي انهي حالة من الحالات التسعة اللي موجودين على الشمال؟ دي كده يا باشمهندس انا كده ظللت الاي والبي هما الاثنين مع بعض، فدي اللي هي الجزء ده، دي اي يونيون بي. انا عملت ايه تاني؟ انا جيت هنا رسمت الفين دياجرام بتاعي اهو، وبعد كده رسمت دايره للاي، ورسمت دايره تانيه للبي، تمام؟ ده اي وبي، تمام. بعد كده عملت ايه؟ لما باجي بجيب اليونيون، فاليونيون عباره عن الاثنين مع بعض، فرحت جيت هشرتهم هما الاثنين مع بعض، ده كده اليونيون. فهمت كده ولا ايه؟ تمام يا باشمهندس. تمام، انا كنت فاكر ان هم اتحدوا مع بعض، اللي هو ايه كل اللي موجود في A وكل اللي موجود في B ما عدا الاشتراك اللي ما بينهم، ما عدا التقاطع بتاعهم. لا ده بالتقاطع بتاعهم بس، بيتكرر مره تمام واحده بس، ما يتكررش تمام مرتين. تمام شكرا يا باشمهندس. حد عنده اي سؤال تاني في السلايد دي؟ تمام، تعال ما نحل شويه اسئله على السلايد دي. اذنك يا باشمهندس، اتفضل. يعني هو يعني الصورة دي نفسها أنهي قانون فيهم؟ دي اللي هي التالتة دي A union B، اللي هي دي هي أنهي واحدة؟ رايحك اهي، اللي هو اتحاد. شفتها كده؟ اللي هي ماشي ماشي، أصل أنا كنت ثانوي عربي، ف مش عارف ايه يونيون دي. لا لا ولا هنا، حاول ألونها علي. بينا كده ده A union B. تعال نخش على الأمثلة برضو هيبان لنا القصة دي أكتر. أول سؤال بيقول لنا إن هو في عنده كوين رماه مرتين، تمام. بص يا شباب، لما بنيجي نرمي كوين، فأنت المفروض نتيجة رمي الكوين يا ملك يا كتابة، كلنا عارفين الكلام ده. هنا بقى شباب بنسمي القصة دي، بسمي الملك والكتابة بسميهم هيد وتيل، هيد وتيل، الرأس والديل، هيد وتيل. فده تسمية الملك والكتابة هنا. باشمهندس المايك مقفول. سوري كان المايك مقفول. تمام، خلينا نرجع تاني. انا هنا عندي اول مثال بيكلمني عن ان هو عنده كوين، والكوين ده هو راح مسكه رماه مرتين، تمام. فلما تيجي ترمي كوين
انت عندك بلغتك ان اللي هيظهر لك يا ملك يا كتابة. طب باللغة بتاعتي اللي هيظهر لي يا هيد يا تيل، يا هيد يا تيل، ده اللي هيظهر لي، هيظهر لي واحد من الاتنين دول لما تيجي ترمي العملة بتاعتك. طيب السؤال بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انت عندك كوين، انت رميته مرتين، جبت كوين رميته اول مرة فطلع لك يا هيد يا تيل، وبعد كده قمت انت واخد الكوين ده بعد ما خلاص رميته وطلع لك واحد من الاثنين، قمت رميه مره كمان يطلع لك يا هيد يا تيل. فبيقول لك اول حاجه انا عايزك تقول لي ايه هي السامبل سبيس، ايه هي كل النواتج اللي ممكن تظهر لك من التجربه اللي هي بتاعت رمي الكوين مرتين. فممكن واحد يجي يفكر يقول السامبل سبيس بتساوي مجموعه العواصر. في ناس عايز تدخل بس والريكوست بتاعها ما تبقاش. في حد ممكن خير؟ هو السكشن بيتسجل؟ اه بيتسجل تمام. آه في حد ممكن ان هو يقول، هتاكد برضه بيتسجل، بيتسجل تمام. في حد بقى، في حد ممكن ان هو يقول ان النتيجه رمي الكوين مرتين فيبقى العناصر بتاعه السامبل سبيس هتبقى عباره عن ايه؟ اول مره ممكن يطلع لي تيل وتاني مره يطلع لي تيل، او ممكن ان اول مره يطلع لي تيل وتاني مره يطلع لي هيد، او ممكن ان اول مره يطلع لي هيد وتاني مره يطلع لي تيل، او ممكن ان في المرتين يطلعوا لي هيد. طبعا انت بالطريقه دي انت جبت السامبل سبيس صح، بس طريقتك دي يا معلم، بس طريقتك دي يا معلم كانت تبقى صح صح، بس هي في الكيس الصغيرة ان انت عندك التجربة كان عبارة رمي الكوين مرتين، لكن لو الكيس كبرت معاك، لو انت رمي الكوين ثلاث او اربع مرات فانت هتتلخفن، فمش هتبقى هي دي الطريقة المثلى. امال احنا بنعمل ايه؟ احنا بنعمل حاجة اسمها التري دياجرام. طب التري دياجرام ده بيتعمل ازاي؟ بنيجي نقول انت رميت الكوين اول مرة، فلما تيجي ترمي الكوين اول مرة ممكن يطلع لك النواتج ايه؟ يهد يتيل. ده كده اول مرحله في التري دياجرام بتاعنا. طيب بعد لما انت رميت الكوين لاول مره وطلع لك يا هيد يا تيل زي ما احنا شايفين كده، تعال نرمي الكوين المره الثانيه، ايه اللي هيحصل؟ لو انت كنت هيد فممكن يطلع لي النواتج يا هيد يا تيل، ما لهاش دعوه بالمره الاولانيه، المره الثانيه ما لهاش دعوه بالمره الاولانيه، ممكن يطلع اي حاجه في المره الثانيه، وممكن ان انت تبقى في المره الاولانيه تيل ويطلع لك في المره الثانيه يا هيد يا تيل. ده كده التري دياجرام بتاع المساله دي. طب لو انت عندك المساله بتاعتك كان عباره عن كوين اترمى ثلاث مرات، فيبقى اول مره لو الكوين اترمى ثلاث مرات ثلاث مراحل هيبقى عامله ازاي؟ اول مره اطلع لك يا هيد يا تيل. طب المره اللي بعدها رمي الكوين مره كمان هيطلع لك ايا كانت بقى المره اللي قبلها هيطلع لك برضو يا هيد يا تيل، ايا كانت المره اللي قبلها، ايا كانت المره اللي قبلها. لو انت ملاحظ انا بروح بعمل التفريعه عند كل عنصر من العناصر اللي قبلها. طب لو انت ده رمي الكوين اول مره، ده كده المره الثانيه، طب المره الثالثه هيبقى برضو يا هيد يا تيل ايا كانت المره اللي قبلها. انت شايف انا بزود ازاي؟ بزود عند كل اخر عنصر، بعمل الشجره الجديده كانها شجره كده زي ما انت شايف كده، شجره متفرعه بالشكل ده. يا باشمهندس بس الكتابه بتتاخر، مش عارف عندي ولا عند كل. بتأخر هي بتأخر سنة غالبا في الشرح الأونلاين على طول يعني، بس هي يعني بتظهر في الآخر يعني. دلوقتي أعتقد البورد ظهر، لسه عمال اكتب على حاجات تمام، بس هي بتأخر على طول يعني، دي نتيجة الشير بتاع النت يعني، مش نتيجة أي حاجة تانية، مش خطأ من عندك يعني. لما بتيجي الفيديو المسجل هتلاقي ان الدنيا ماشيه كويس. فهنا في المرحله، فهنا في عندك في المرحله الاول جزء لما قلت لك ان انت عندك الكوين اترمى مرتين، فهتلاقي ان التري دياجرام بتاعتك عباره عن مرحلتين، تو ستيجز بنسميهم. لكن في حاله انت رميت الكوين ثلاث مرات فيبقى التري دياجرام بتاعك عبارة عن 3 ستيجز زي ما انت شايف كده، ستيج 1 ستيج 2 ستيج 3. طب انت ازاي تكتب السامبل سبيس من التري دياجرام؟
بترجع من ورا لقدام بالشكل ده، بتكتب بتعمل علامة بالشكل ده بالقلم الرصاص وانت في الامتحان، ممكن تعمل بالشكل ده او بعينك تقول ان هي اول عنصر هيد هيد، طب العنصر اللي بعد كده هيد تيل، بتقرا بالشكل ده من قدام من ورا لقدام، بتقرا بالشكل ده، بتقرا بشكل على السهم زي ما انا كاتب عامل السهم كده، بتقرا على السهم فتقول هيد 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 تيل تيل هيد تيل تيل. هنا مثلا هتقول ايه هيد 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 تيل هيد تيل هيد هيد تيل 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 هيد هيد تيل هيد تيل 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 هيد وتيل تيل تيل. دي اللي هي عناصر السامبل سبيس، تقدر تجيبها ازاي من التري دياجرام. فانت طب عد عناصر السامبل سبيس تقدر تعرفها ازاي؟ اخر مرحله في التري دياجرام، عد في اخر مرحله في التري دياجرام موجوده عندك اللي هي المرحله دي، عد عدد العناصر اللي موجوده فيها، فهتلاقيه 1 2 3 4 عناصر. فهم الاربع عناصر دول هم اللي هم بيمثلوا لي السامبل سبيس. تقدر تعرف عناصر السامبل سبيس عددهم كم من اخر جزء عندك في التري دياجرام بتاعك. فاحنا كده عملنا التري دياجرام وعملنا السامبل سبيس اللي هي اول جزء مطلوب مننا في السؤال. طيب تاني جزء مطلوب مننا في السؤال بيعرف لك ايفنت عباره عن ان التيل ممكن يظهر في في الرميه الثانيه، وايفنت بي عباره عن ان التيل يظهر في الرميتين. فتعال ما نشوف الايفنتين دول هنعبر عنهم ازاي. الايفنت بي الايفنت ايه سوري، ان التيل يظهر في المره الثانيه او في الرميه الثانيه، هيبقى جزء من السامبل سبيس اللي هو عباره عن التيل ظهران فيه في المره الثانيه، اللي هو عباره عن ايه؟ هتلاقيهم هم عباره عن التو اليمنتس. اللي هم بتوع ايه بالظبط التو اليمنتس دول؟ هتلاقي ان هم بتوع الهيد تيل والتيل تيل. دول هم التو اليمنتس عندك اللي هم فيهم التيل ظهران في المره الثانيه. طب الايفنت بي ان التيل يظهر مرتين، هتلاقي ان الايفنت بي بتاعك هو عباره عن اليمنت وحيد بس، ان التيل يظهر مرتين هو الاليمنت بتاع ايه تيل تيل، هو ده الايفنت بي. جه بعد كده قال لك فانز تاني بس معلش انا سؤال تاني معلش حاسس ان بيقول لك ان في عندي ايفنت الايفنت ذات التيل ويل ابير اون ذا سكند ثرو، التيل هيظهر في الرميه الثانيه. فايه العناصر بتاع الايفنت ده؟ عناصر الايفنت ده هو العنصرين بتوع الهيد تيل والتيل تيل اللي عنصرين من السامبل سبيس دول. طب ليه العنصرين دول بالذات؟ عشان العنصرين دول هم العنصرين اللي فيهم التيل ظهر في الرميه الثانيه. بيقول لك ان في ايفنت اسمه بي، الايفنت ده ان التيل هيظهر في المرتين في الرميتين. طب التيل هيظهر في المرتين في انهي عنصر من عناصر السامبل سبيس؟ وعنصر وحيد التي تي، انت رميت كوين مرتين، فهو عنصر التيل تيل تيل هو ده العنصر الوحيد اللي فيه التيل ظهر في المرتين. بعد كده بيقول لك ارسم لي فينن دياجرام للموضوع ده. هتيجي تعمل ايه؟ هتروح انت ترسم مستطيل كده يعبر لك عن السامبل سبيس، وبعد كده ترسم دايرتين، دايره للايفنت ايه. عايزك تخلي بالك من حاجه، هو الايفنت بي عناصره ايه هي؟ هو عنصر وحيد بس بتاع الايفنت بي. ايه هو العنصر ده؟ اللي هو العنصر تيل تيل اللي هو اصلا واحد من عناصر الايه. فيبقى بالتالي هنا في السؤال ده خاصه خصوصا يعني الايفنت بي جزء من الايفنت ايه، نقدر نقول ان الايفنت بي جزء من الايفنت ايه. فلما نيجي نرسم الايفنت بي ده هنرسمه ازاي؟ اللي هو عباره عن جزء، هترسمه دايره جوه الايه. هيبقى عباره عن دايره جوه الايه، هيبقى هو ده الايفنت بتاعنا بي. حد مش فاهم حاجه في اول سؤال كده؟ انا ما فهمتش اخر حته بتاعت الدايره اللي حضرتك قلت ان البي جوه الايه. وبعدين انا في الامتحان برسم الايفنت بي هو في عنصر واحد بس تيل تيل، والعنصر واحد بس تيل تيل ده جوه ايه كمان، وايه جواه واحد تاني، فبقي بالتالي البي جزء من الايه. يعني ايه؟ هو الكبير وبي جواه، هنا جوه في التيل تيل وبره هنا اللي موجود في الايه بس هو الهيد تيل. فهمتها كده؟ تمام. لا لو سمحت يا باشمهندس، هو كده يعتبر البي ديبندنت اون ايه ولا لا؟
ملهاش علاقة بديبندنت، هي مش بيعتمدوا على بعض، هو ده ايفنت وده ايفنت تاني، مفيش اعتمادات هنا على بعض. يعني بص عشان تفهم الديبندنت دي اللي هي ايه، لما اجي اقول لك انا هشرح لما يكون في طلبة، فيبقى الحدث ده معتمد على الحدث التاني. هنا بقى ايه اعتماد البي على ايه؟ البي ان التيل يظهر في المرتين، الايه ان التيل يظهر في المره الثانيه بس، ما فيش اي اعتماد ما منه. تمام شكرا يا باشمهندس. يعني ما تدخلش ده جوه جزء البروبابيلتي اللي جاي اللي هو بتاع الديبندنس، يعني ده حاجه وده حاجه ثانيه. مدي لك سؤال تاني، مدي لك اس هي عباره عن مجموعه ارقام من 0 لغايه 9، ايه هي مجموعه الارقام الزوجيه 0 و2 و4 و6 و8، بي هي مجموعه الارقام الفرديه 1 و3 و5 و7 و9، سي هي مجموعة الأرقام 2 و3 و4 و5، ودي هي مجموعة الأرقام 1 و6 و7. فدي هي مجموعات الأرقام اللي موجودين عندي، الـ S والـ A مجموعة الأرقام الزوجية، الـ B الفردي، والـ C اللي هي من 2 ل5، والـ D 1 و6 و7. طالب مني إيه؟ طالب مني الـ A union C، الـ A اتحاد C. إيه قصة الاتحاد ده؟ احنا اتفقنا الاتحاد ان انت بتحط الحلو من هنا على الحلو من هنا، بتجمع ده زائد ده، بتحط ارقام ده على ارقام ده، بتحط العناصر بتاعه ده على عناصر ده، فيبقى ايه يونيون سي. اتفضل. بقول لحضرتك من غير تكرار صح؟ من غير تكرار. تمام. فيبقى الايه يونيون سي بيساوي لنا ايه لما نيجي نكتب الايه يونيون سي؟ هي مجموعه العناصر صفر، احط عناصر الاثنين مع بعض صفر، وبعد كده الاثنين اتكررت في الاثنين اكتبها مره واحده بس، وبعد كده في عندي الثلاثه انزلها اللي هي جايه لي من السي، بعد كده في عندي الاربعه في الاثنين اكتبها مره واحده بس، بعد كده في عندي الخمسه موجوده في السي، بعد كده في عندي السته والثمانيه موجودين في الايه. ده الـ A union C. تمام؟ أظن الـ A union C ده سهل، أنت بتاخد الأرقام بتاعة الـ A على الأرقام بتاعة الـ C بس بدون تكرار. طيب الـ A intersect B فاي تقريبا. الـ A intersect B هي أنت بتشوف العناصر المشتركة ما بين A و B. لو أنت جيت تلاحظ الـ A أصلا أرقام زوجية والـ B أرقام فردية، مفيش حاجة مشتركة ما بينهم أصلا. لو مفيش حاجة مشتركة ما بينهم بنقول فاي. السؤال ممكن يجي بالشكل ده؟ اه ساعات بيجي بالشكل ده، يعني ساعات في الميد ترمات بيجي كده وساعات في الفاينل بيجي كده السؤال بالشكل البسيط ده عشان يديك عليه درجات. عايز اجيب السي كومبلمنت. ايه قصه السي كومبلمنت دي؟ السي كومبلمنت هي مجموعه العناصر او مجموعه الارقام اللي موجوده في الاس ومش موجوده في السي، اللي موجوده في السامبل سبيس الكبيره ومش موجوده في السي. طب ايه هي مجموعه الارقام دي اللي موجوده في السامبل سبيس الكبيره ومش موجوده في السي؟ لو انا جيت لاحظت هلاقي ان مجموعه الارقام دي اللي هي عباره عن السي كومبلمنت بتساوي لنا السي دي فيها 2 3 4 5. طب مين العناصر اللي موجوده في الاس ومش موجوده في السي؟ هتلاقي ان هي 0 و1 الاثنين والثلاثه والاربعه والخمسه موجودين في السي، فيبقى اللي بعد كده ايه 6 7 8 9، دول برضو مش موجودين في السي. 6 7 8 9 دي مجموعه العناصر او مجموعه الارقام اللي مش موجوده في السي. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لك السي كومبلمنت انترسكت دي اول يونيون مع البي. في الحاله دي يا شباب، الحاله اللي هي بتاعه السطر اللي بيبقى فيه اكتر من اوبريشن، فاحنا بنشتغل زي بالظبط الجمع والطرح، بتعمل اللي ما بين اقواس الاول، بتعمل اللي ما بين اقواس الاول، وبعد كده بتشتغل من الشمال لليمين، بتعمل اللي بين اقواس الاول وبعد كده بتشتغل من الشمال لليمين، زيها بالظبط زي الجمع والطرح.
انت كنت بتعمل كده الجمع والطرح والضرب والقسمه، بتعمل اللي بين اقواس الاول وبتشتغل من الشمال لليمين، وبتدي الضرب الاولويه والقسمه الاولويه وتخلي الجمع والطرح في الاخر. هنا مفيش اولويه لحاجه عن حاجه، هنا بس انت هتعمل السي كومبلمنت دي الاول وبعد كده انترسكت الدي اول، الناتج اللي هيطلع لك تروح عامله يونيون مع البي. فتعال ما نشوف ده هيتم ازاي. السي كومبلمنت احنا جبناها، فهو كان ابن حلال وخلاك تجيبها في الخطوه اللي قبلها. انترسكت مع الدي، عامل له تقاطع مع الدي اللي هي مجموعه العناصر 1 و6 و7. معنى كلمه السي كومبلمنت انترسكت مع الدي اللي هي التقاطع، يعني بنشوف العناصر المشتركه من هنا مع هنا، مين المشترك، مين اللي بيتكرر في الاثنين، مين اللي موجود في الاثنين. فهتلاقي اللي موجود في الاثنين الواحد موجود في الاثنين فعلا، السته موجوده في الاثنين فعلا اهي السته، والسبعه موجوده في الاثنين فعلا. فهتلاقي ان العناصر دي 1 و6 و7. بعد كده بيقول لك العناصر دي اللي هي السي كومبلمنت انترسكت مع الدي، اعملها لي يونيون مع البي، اعملها لي اتحاد مع البي. يعني اجمع لي العناصر دي اللي هي بتاعت الانترسكشن مع عناصر البي بس بدون تكرار، مع عناصر البي اللي هي العناصر دي بس بدون تكرار. لما نيجي نعمل كده هتطلع لك ايه؟ لما تيجي تجمع العناصر دي على العناصر دي هيدي لك مجموعة العناصر 1 و 3 و 5 و 6 و 7 و 9. واحد جالك منين؟ الواحد جالك من البي اهو، 3 جات لك من البي، والخمسة جات لك من البي، الستة نزل لك اهو من الترم ده، والسبعة والتسعة. السؤال اللي بعده بيقول لك السي انترسكت الاس انترسكت السي اول كومبلمنت. هو اصلا اي حاجة الاس انترسكت السي، اي حاجة انترسكت مع الاس هتدي لك ايه؟ يعني انت بتجيب الانترسكشن ما بين الاس اللي هو المستطيل كله وما بين السي اللي هو الايفنت ده، هيدي لك ايه لما تيجي تعمل انترسكشن ما بين المستطيل وما بين الايفنت؟ ايه العناصر المشتركة اللي ما بينهم؟ هتلاقي ان اي حاجة، اي بطيخة انترسكشن مع الاس فبتدي لك البطيخة دي، اي بطيخة هنا بتدي لك البطيخة دي ما دام انترسكشن مع الاس. فاهم؟ ده لو كانت اي بطيخ هنا اهو هيدي لك البطيخة نفسه، مش في اختلاف. الاس انترسكت مع السي هيدي لك السي نفسه. طيب الاس انترسكت مع السي اول كومبلمنت، فده هيدينا ايه؟ ده هيدينا الاس انترسكت مع السي هيدي لك السي زي ما اتفقنا، وتنزل الكومبلمنت اللي انت اصلا حسبتها بالفعل. اخر سؤال بيقول لك ايه؟ الاي انترسكت مع السي انترسكت مع الدي كومبلمنت. فتعال ما نشوف كده الاي انترسكت مع السي هيدينا ايه الاول. هنمشي بالترتيب زي ما اتفقنا من الشمال لليمين. الاي انترسكت مع السي هيدينا ايه؟ هتلاقي ان الاي انترسكت مع السي هيدي لك 2 و4. الاي اهو 0 و2 و4 و6 و8، والسي 2 و3 و4 و5، فالتقاطع بتاعهم مع بعضه 2 و4. طيب الكلام ده انترسكشن مع الدي كومبلمنت. الدي كومبلمنت اللي هي اللي بره الدي، اللي بره الدي اللي هو 2 بره الدي موجود في السامبل سبيس اللي هو 2 و4 اند سو اون. لما تيجي تعمل التقاطع اللي هي العناصر المشتركه ما بين دول ودول هيدي لك 2 و4، ده العناصر المشتركه ما بين الحاجتين وبعضه. طبعا دي اقواس مجموعه بس انا مش عارف اعملها هنا، احنا ادينا 2 و4. في اي حاجه صعبه في السؤال ده اللي بيكلمك عن الايفنت اوبريشنز بالكامل؟ معلش بس يا باشمهندس اخر واحده ديت، احنا يعني بنشوف الانترسكت بين الثلاثه ولا كل يعني ناخد اول اثنين لوحدهم بعد كده انترسكت مع الثالث؟ ايوه بتاخد بتمشي من الشمال لليمين، خدت الاي مع سي الاول، فالاي مع سي ادتني 2 و4، وبعد كده خدها مع الدي كومبلمنت. الدي كومبلمنت هاتها هاتها مره واحده او تجيبها الاول براحتك، اللي هي العناصر الموجوده في الاس مش موجوده في الدي. تمام شكرا. حد عنده اي سؤال في السؤالين دول؟ النقطه ايه يا باشمهندس؟ معلش ازاي مش المفروض احنا بنوزع كومبلمنت تبقى اس كومبلمنت يونيون سي كومبلمنت؟ بص انت لو عايز تخليها كده اس كومبلمنت يونيون السي كومبلمنت
برضو هي الاس كومبلمنت دي اللي هي عباره عن ايه اللي بره الاس ده اللي هو ايه ده فاي فاي فالفاي يونيون السي كومبلمنت هدي لك ايه هدي لك برضو السي كومبلمنت تمام ماشي ده حل برضو تاني ليه ما حضرتك حليتها ازاي بس عشان انا ما خدتش بالي حليتها ازاي قلت الاس تقاطع مع السي الاس تقاطع مع اي حاجه هيدي لك الحاجه نفسها يبقى انا ممكن باشمهندس كده احل اللي جوه القوس الاول بعد كده اروح واخد الكومبلمنت أيوة للنتيجه ده انا كنت عامله دلوقتي بتحل الاول اللي جوه القوس وبعد كده تقوم حاطط الكومبلمنت عليه تمام باشمهندس شكرا طيب تعال نشوف الاسئله اللي بعدها السؤال ده ده على ستيتمنت رول هحله سريعا كده يعني تمام الاسئله دي اسئله سهله يعني نحلها مع بعض سريع مش تاخد معانا 5 دقايق بالظبط ان شاء الله عشان نخش على الجزء الاصعب شويه السؤال الاولاني ده بيقول لك ايه بيقول لك ان هو عنده زهره زهرتين تمام اترموا تمام عنده زهره اي وزهره دبل اي يعني عنده رمى زهرتين رمى النرد مره شكرا بس معلش ايوه ممكن بس يعني نخلي السلايدز لوحدها كده والجزء بتاع الكتابه ده في جنب تاني عشان بس يبقى قافل على السؤال كده زي كده عشان بلاحظ لما بقول لك اكتف فمش بتظهر يعني بالظبط كده معلش فيش مشكله هو عنده الزهره رمى الزهره مرتين رمى زهرتين رمى بير اوف دايس فالايفنت ايه ان الاوت كم من الداي الاولانيه يبقى اقل من 5 والايفنت بي ان الزهره الثانيه تبقى الاوت كم بتاعتها اكبر من 5 الايه ان الزهره الاولانيه اقل من 5 البي ان الزهره الثانيه يبقى اعلى من 5 السي مجموع الاثنين بيساوي 11 هو بيقول لك ايه بيقول لك اصلا سيبك بقى من الايفنتات هو قاعد يعرف لك ايفنتات اهي بيقول لك اكسبريس السامبل سبيس باي رول ميثود وبعد كده ليست عناصر الايفنتات دي هو عايزك بس اكسبريس السامبل سبيس بالرول ميثود وهتليست عناصر الايفنتات عادي بقى مفيش مشكله تليستها بالطريقه العاديه طبعا سؤال زي ده ما بيجيلكش في الرول ميثود غير في سؤال في لو جددتك سؤال اختياري في الفاينل او سؤال اختياري في الكويز او جه في الميد ترم في سؤال اختياري تمام فممكن يقول لك رول ميثود طب الرول ميثود بتاعه السامبل سبيس ازاي بنكسبرس السامبل سبيس بطريقه رول ميثود بنقول اس بتساوي هو انت هنا لما تيجي ترمي الظهر مرتين فالمفروض ان هو يطلع لك في المره الاولانيه رقم وفي المره الثانيه رقم ايه رايك لو انا عملت قوس كده وقلت اكس واي يعني ايه القصه دي قلت ان في المره الاولانيه هيظهر لي رقم اكس وفي المره الثانيه هيظهر لي رقم واي عملت قوس كده وقلت ان هي اكس واي وبعد كده تروح عامل علامه كده علامه كده اللي هي علامه الحرف كده يعني حاجه واقفه كده تمام علامه حيث ان تمام كده واقفه كده زي الواحد كده اللي واقف تمام حيث ان ايه انت رميت الزهر مرتين الرقم اكس ده هنقول ان الرقم اكس ده رقم مثلا سوري ممكن نكتب هنا يعني فينا كسره للكتابه ممكن تكتب واحد ان هو اكبر من او يساوي واحد واقل من او يساوي الستة ده رقم اكس والواي برضو كذلك من واحد لست كان بس سؤال هو يعني اصلا الرول ميثود دي انا مش عارفها بجد هي التري مثلا الرول ميثود دي هي مش التري دياجرام هو انت بدل ما تقعد تعمل التري دياجرام لو انت كتبت السامبل سبيس في التري دياجرام هتعمل ايه هتقول ان هي عباره عن الارقام السامبل سبيس عبارتنا ايه واحد وواحد ممكن يظهر في المره الاولانيه واحد والمره الثانيه واحد او واحد واثنين او واحد وثلاثة او واحد واربعة وتقعد تكمل بقى واحد وخمسة واحد وستة واتنين وواحد واتنين واتنين بس هي دي ناتجة من التري صح؟ ايه؟ يعني دي يعتبر ناتجة من التري متري ميثود
هي مش ناتجه من التري، هي طريقه كتابه تانية غير ما انت ما تكتب القصه دي بالشكل ده. طب انا ازاي اعرف اوصل للحاجات دي؟ يعني ازاي اوصل لواحد واحد، واحد اتنين، واحد تلاته؟ هل ده مثلا كونسبت معين احفظه مثلا؟ يعني ازاي توصل لدي؟ بص دي لو انت عايز توصل لها بنقول ايه، بنقول لو انت هتعمل مثلا تري دياجرام، هتعمل ايه في التري دياجرام؟ هتقول انت في الظهرة الاولانية النواتج اللي ممكن تظهر لك واحد او اتنين او تلاتة او اربعة او خمسة، سوري اكتبها هنا، واحد او اتنين او تلاتة او اربعة او خمسة او ستة، ده في الظهرة الاولانية. طب الظهرة التانية، الظهرة التانية ايا كانت قيمة الظهرة الاولانية فممكن يظهر لي واحد من الست ارقام اللي هي من واحد لغاية ست. ده كده اصعب. فهمت حضرتك تمام. وهتقعد بقى تكرر القصه دي هنا، تعمل التري دياجرام دي كلها اللي هي، وتكتبها بقى واحد وواحد، واحد واثنين، واحد وثلاثه، واحد واربعه، واحد وخمسه، واحد وسته، اثنين وواحد، اثنين واثنين، اثنين وثلاثه، اثنين واربعه، اثنين وخمسه، اثنين وسته، ثلاثه وواحد، ثلاثه واثنين، ثلاثه واربعه، ثلاثه وخمسه، ثلاثه وسته، وهكذا بقى. تمام، مش هنخلص. فهم اخترعوا حاجه اسمها الستيتمنت ميثود اللي هي تقول لك ما بين اقواس اكس وواي دول فاريبلز، حيث ان قيمه الاكس دي ما بين 1 و6 والواي دي ما بين 1 و6 بس. خلاص كده انت وصفت مجموعه الارقام دي، اي رقم ما بين 1 و6 واي رقم ما بين 1 و6. دي بيجي لك سؤال اختياري غالبا الستيتمنت ميثود يعني. طب بالنسبه بقى للسؤال اللي بعده اللي هو بتاع ليست عناصر الاي والبي والسي، ده بقى انت هتستخدم فيه للاسف اللي هي يعني التري دياجرام، يعني شبه حاجه زي التري دياجرام. يعني هتبدا تفكر تقول الايفنت ايه ان الاوتكم اون داي 1 از ليس ذان 5، اقل من 5. ممكن يا تكتبها تري دياجرام يا ممكن تكتبها ليست ميثود. طب ازاي تكتبها بالرول ستيتمنت ميثود؟ سوري الايفنت ايه، هتقول ان الايفنت ايه بيساوي لنا اكس واي، النقطه اكس واي يعني اللي هي اكس اللي ظهرت المره الاولانيه والواي اللي ظهرت في المره الثانيه، حيث ان، حيث ان ايه، انت بيقول لك ان المره الاولانيه لزن 5، ان انت في الرميه الاولانيه لزن 5. الرميه الاولانيه دي اللي هي مين اللي بيعبر لك عنها؟ اللي بيعبر لك عن الرميه الاولانيه دي اللي هو المعلم اكس. فتقول له ان الاكس ما بين الواحد والخمسة. هل في اي كونديشن على الواي في الايفنت ايه؟ الايفنت ايه اللي هو بيقول لنا ان الداي الاولانيه اقل من 5، هل في اي كونديشن على الداي الثانيه؟ لا، هتلاقي ان مفيش اي كونديشن، فبالتالي هتلاقي ان الواي بتاعتك ما بين 1 و6، ممكن تظهر من اول واحد لغايه الست. ده اللي هي ايه، ده اللي هي لو انت عايز تعبر عنهم بالستيتمنت ميثود اللي احنا مش هنخلص لو عملت لهم عمليه سرد. فالافضل ستيتمنت ميثود. لو جايه للبي بقى عايز تكتب طريقه ستيتمنت ميثود، فهي بتساوي لنا الاكس والواي حيث ان، حيث ان ايه، بيقول لك ان الايفنت ان السم بتاعهم السم بتاع الظاهرتين اكبر من 11. هتكتبها ازاي دي؟ هتقول ان الاكس بلس واي مجموع الاثنين اكبر من 11 بس كده. باشمهندس حضرتك سامعني؟ ايه سامعني؟ اتفضل. هو مش ايفنت ايه، هو رماه مره واحده رمى، لا بيقول لك حيث ان الظهره الاولانيه لزن 5 ورمى الرميتين. تمام. هو رمى الظهرتين بس بيقول لك ان الايفنت ده بيعرفه لك ان هو المره الاولانيه تبقى اقل من 5 ايا كانت المره الثانيه. تمام. ماشي. عشان كده حطيت الكونديشن ده هنا. تمام. شكرا يا باشمهندس. دي كانت الفكره من السؤال رقم 3 موضوع الستيتمنت ميثود. السؤال الرابع بيقول لك هات لي النمبر اوف الاوت كمز اوف سامبل سبيس. بيقول لك ايه؟ بيقول لك هات لي النمبر اوف اوت كمز بتاع السامبل سبيس. طب ايه التجربه اصلا اللي عندنا؟ بيقول لك ان هو عنده كوين رماه، بعد ما رمى كوين ام رمى ضاي. فانت لما تيجي ترمي الكوين، تعال ما نعمل التري دياجرام بتاعها، ممكن يطلع الاوت كام يا تيل يا هيد. طب لما تيجي ترمي ضاي، الاوت كام هيطلع لي رقم من 1 ل 6. فهنكتب هنا الارقام بتاعتنا اللي هي من 1 ل 6، 1 و2 و3 و4
خمسة وستة، وهنا برضو هيبقى عندنا الست أرقام أيا كانت اللي قبله، هيبقى في عندنا برضو الست أرقام هما واحد واثنين ثلاثة واربعة خمسة وستة. يبقى عندنا عدد عناصر السامبل سبيس كتوتال جه هما، هو السؤال بيقول لك عدد عناصر السامبل سبيس، فايند ذا نمبر اوف اوتكمز اوف فور ذا سامبل سبيس، هات لي عدد عناصر السامبل سبيس، بتعدهم من اخر مرحله، فتعال نعد اخر مرحله 1 2 3 4 5 6، وهنا برضو هتعد هتلاقي 1 2 3 4 5 6، فهو عندنا عدد عناصر السامبل سبيس هتلاقيهم 12. هم عباره عن ايه؟ تيل واحد، تيل واثنين، تيل وثلاثة، تيل واربعة، تيل وخمسة، تيل وستة، هد واحد، هد واثنين، هد وثلاثة، هد واربعة، هد وخمسة، هد وستة، اللي هما ال 12 عنصر اللي موجودين عندنا في السامبل سبيس. آخر سؤال موجود عندنا هو ما يختلفش كتير عن الأسئلة اللي فاتت، أنا بس جبته هنا عشان بس يعني إيه أشرح لك القصة بتاعته. السؤال ده بيقول لك إن هو سحب كارت من كوتشينا، تمام، بيسحب كارت من كوتشينا. عشان تقدر تحل السؤال ده لازم تفهم الكوتشينا اللي احنا بنتكلم عنها في الكورس تتكون من ايه، لو انت ما كنتش بتعرف تلعب كوتشينا يعني. بصوا كده، اي كوتشينا في الدنيا اللي اسمها ديسك دي او اسمها داك دي، اي كوتشينا في الدنيا بتتكون من اربع حاجات، هم اربع عناصر. حاجه اسمها الدايموند اللي هي كروت الدايموند اللي بيبقى عليها بالرسمه دي الدايموند، في كروت تانية بيبقى عليها حاجه اسمها السبيد اللي هو ده، وفي كروت تانية بيبقى عليها حاجه اسمها الهارت، في كروت اسمها الكلب. فالكوتشينه هي عباره عن كتوتال 52 كارت بالكامل، الكوتشينه بالكامل 52 كارت مقسمين ازاي، 12 منهم عليه دايموند و12 عليه سبيد و12 عليه هارت و12 عليه كلب، 12 قصدي سوري 13، 13 عليه دايموند، 13 عليه سبيد، 13 عليه هارت، 13 عليه كلب، ف13 في 4 هيدوا لك ال52. طب جوه كل واحده منهم في ايه؟ في عندنا مجموعه الارقام من اول واحد لغايه 10. خلي بالك ان هنا في الكورس وفي الكوتشينه العاديه بيسموا الواحد اس، اس رقم واحد، اس بيدلوا اسم اس، اس ده اللي هو رقم واحد، مش تبقى انت فاهم السؤال بيقول لك ايه. وفيها ايه كمان؟ وفيها كمان الجاك اللي هو الولد والكوين والكينج، اس ومجموعة الارقام والجاك والكوين والكينج. طب لو انت فهمت قصاد مني كده الكلام، لو انت فهمت قصاد مني الكلام، لو انا جيت وقلت لك في كم كارت موجود عندك جاك وكلب في نفس الوقت، كلب واحد، واحد بس، هو الجاك والكلب هو واحد بس. خلي بالنا من النقطه دي عشان هو بيسالك عليها في الاسئله، يعني مثلا لو رجعنا للسؤال بتاع اللي هو بتاع الكويل بتاع السكشن بتاعنا، بيقول لك ان هو سحب كارت عشوائي، بيعرف لك الايفنت ايه، ان الكارت ده اللي ممكن يتسحب هو عباره عن هارت، فلما يبقى هو عباره عن هارت وسكت من اصل 52 كارت، يبقى هو عباره عن كام كارت في ايفنت ايه ده؟ يبقى 13، 13 كارت، اي واحد من اي 13 عنصر هم اللي موجودين جوه الايفنت ايه. طب الايفنت بي ان الكارت اللي اتسحب جاك وسكت، ان هو جاك يعني ولد وسكت، يبقى هم اربعه. الايفنت سي ان الكارت اللي اتسحب رقم ديفيزبل باي 5، رقم ينفع يتقبل القسمة على 5، اللي هم ايه اصلا الخمسة والعشرة، 5 و10، يبقى كده في عندي كام كارت بالشكل ده في الكوتشينة؟ 10، لا 8، 8 الاثنين في 4 بتكرروا 4 مرات فيبقى 8. في عندنا الايفنت اللي بعده ان الكارت اللي بيتسحب جاك اند هو سحب كارتين، يسحب كارت ده كارتين، الايفنت such that the card drawn is jack and hurt، يعني الكارت هيطلع لك جاك وفي نفس الوقت هيطلع عليه هيرت، هيطلع عليه قلب، هتلاقيه واحد بس، اللي هو ايفنت واحد بس، الايفنت ده فيه عنصر واحد بس، وهكذا يعني. فدي بس هي الجزئيه المهمه اللي ممكن تتسال عنها بعد كده في البروبابيليتي، عشان بس انك رايحه الكوتشينه فيها 52 كارت متقسمين 13 سبيت، 13 كلب، 13 دايموند، 13 هارت، وكل واحد من دول فيه الاس وفيه الجاك وفيه الكينج وفيه الكوين، وفيه مجموعه الارقام اللي من 2 ل 10 اللي هم باقي الارقام.
ده الجزء الاولاني بالكامل. هل في حد عنده اي مشكله في الجزء الاولاني؟ عشان ده هو الكينج ده اللي هو الشايب صح؟ طيب تعال ما نشوف كده الجزء الثاني اللي جالهم السنه اللي فاتت سؤال في الميد ترم عليه صعب. الجزء الثاني ده جزء ظريف جدا، هو القصه اللي قصاد منك السلايد دي، هو ده الجزء شرح الجزء كله. السلايد اللي انت شايفه قصاد منك جزء سهل جه عليه سؤال في الميد ترم بتاع السنه اللي فاتت، هنشوفه مع بعض. الجزء ده بيكلمنا عن درس اسمه الكاونتنج ميثود. ايه الكاونتنج ميثود دي؟ انت بتحصر عدد الطرق اللي ممكن تتحل او ممكن بتحصر بيه عدد عناصر السامبل سبيس. الكاونتنج ميثود دي بنحصر بيها عدد عناصر السامبل سبيس، او بنحصر بيها عدد الطرق اللي انت ممكن تجيب بيها او تختار بيها حاجه من شويه حاجات. عدد الطرق اللي انت ممكن تختار بيها حاجه من شويه حاجات، او عدد عناصر السامبل سبيس بتطلعهم ازاي. الكلام ده في عندنا حاجه اسمها الكاونتنج ميثود. ايه الكاونتنج ميثودز اللي عليك؟ هما 3 كاونتنج ميثودز مفيش غيرهم، 3 مفيش غيرهم. خلي دماغك مع الكلام اللي اقوله لك في الكاونتنج ميثود عشان تبقى دماغك متبرمجه في الثلاثه دول. لو جه قال لك ان هو في عنده اوبريشن اتعملت، في عمليه اتعملت، وبعد كده في عمليه ثانيه اتعملت، وبعد كده في عمليه ثالثه اتعملت، فساعتها دي بنستخدم طريقه المالتيبليكيشن. فتروح انت قايل له النمبر اوف ويز، اضرب التوتال نمبر اوف ويز، مجموع الطرق ككل او مجموع عناصر السامبل سبيس، هو عباره عن عدد اللي هو الاول واحد عدد النواتج بتاعته في عدد النواتج بتاعت الثاني في عدد النواتج الثالث، اضرب كلهم في بعضهم. لو جه قال لك ان في عملت اكسبيرمنت ما، مثلا رميت داي وبعد كده قمت رميت مثلا فليكن كوين، قول لي عدد نواتج السامبل سبيس ككل. انت لما رميت داي فعدد نواتج السامبل، عدد نواتج التجربه دي كام؟ 6، اللي هي يعني الناتج اللي ممكن يظهر لك عباره عن رقم من اصل 6. طب لما انت تيجي ترمي كوين، الناتج اللي ممكن يظهر لك عباره عن رقم من اصل 2، حاجه من اصل 2، يا تيلي يا هدي، حاجه من اصل 2. فيبقى في عندك عدد عناصر السامبل سبيس ككله هو ايه؟ في ايه؟ هو 6 في ال 2 اللي هم ال 12. لو انت عملتها بالتري ديجرام زي ما عملناها من شويه طلعت لنا برده 12، لو انت فاكر التيل والهيد، وبعد كده من 1 ل 6 من 1 ل 6 طلع لك 12. طريقه المالتيبليكيشن امتى بنستخدمها في السؤال؟ لو قال لك ان في عندي عمليه اتعملت ان مره او بتطلع لي ان ناتج، وبعد كده قمت اجريت تجربه ثانيه طلعت لي بتطلع لي ان ناتج ثاني، طب قول لي بقى توتال نمبر اوف ويز كام، اضرب ده في ده. تمام، دي المالتيبليكيشن لما يكلمنا عن حاجه وبعدها اتعملت حاجه ثانيه. طيب في عندنا بعد كده البرميتيشن والكومباينيشن، الاثنين دول شبه بعض جدا وبيلخبطوك جدا، بس يعني بص في كلمه واحده بس تفرق ما بينهم. امتى بتروح للبرميتيشن والكومباينيشن؟ لو كان السؤال صيغته انا اخترت حاجه من حاجات، هنا انت عملت عمليه وبعد كده عملت عمليه ثانيه، هنا انت اخترت حاجه من حاجات، انت بتختار حاجه من حاجات. تاني المالتيبليكيشن امتى بضرب كله في بعضه؟ لما بتكون عملت عمليه وبعد كده عملت عمليه ثانيه، فبتضرب اللي هي نواتج العمليه الاولانيه في نواتج العمليه الثانيه في عدد نواتج العمليه الثالثه في عدد نواتج العمليه الرابعه وهكذا، ده المالتيبليكيشن. طب البرميتيشن والكومباينيشن امتى تروح لهم؟ تروح لهم لو كان بيقول لك في صيغه السؤال انا اخترت 3 من الخمسه، عندي 5 اولاد والمفروض اشكل تيم من 3، فساعتها السؤال ده يبقى يا برميتيشن يا كومباينيشن. تعال نفهم بقى الفرق ما بين البرميتيشن والكومباينيشن. خلاص كده احنا وصلنا لصيغه السؤال، انت بتختار حاجه من حاجه، لو انت بتختار شويه من السامبل سبيس فدي بقى ايه هي، او بتختار شويه من مجموعه الاختيارات اللي موجوده قصاد منك، بتستخدم انهي طريقه من طرق الكاونتنج، يا برميتيشن يا كومباينيشن. لو بتختار، لو بتسلكت من حاجات موجوده قصاد منك، امتى بختار البرميتيشن؟ بتختار البرميتيشن لو كان الترتيب مهم. يعني لو انا كنت مثلا معايا 5 طلاب منكم وكنت مطلوب ان انا اختار 2 اشكل بيهم تيم، تمام، فانا جيت واخترت احمد ومحمود وشكلت بيهم هما دول التيم بتاعي، هل ده يفرق عن
اختياري لو انا جيت اخترت محمود واحمد بدل احمد ومحمود اخترت محمود واحمد هل يفرقوا عن بعض؟ اكيد لا ما يفرقوش، في الاخر هو التيم عباره عن احمد ومحمود هما الاثنين مع بعض. فساعتها لو كان الاختيار بالشكل ده بنستخدم حاجه اسمها كومباينيشن، ان الترتيب ما بيفرقش، ان الاي بي سيم اس بي اي. امال امتى تروح للبرميتيشن اللي الترتيب فيها بيفرق؟ الترتيب بيفرق في البرميتيشن، في البرميتيشن الترتيب بيفرق. امتى بنروح لقصه البرميتيشن دي؟ لو قال لك ان مثلا الاي بي از ديفرنت فروم البي اي، هو يقول لك دي ديفرنت فروم دي، ده ممكن حاجه يقول لك في المساله، يقول لك ان ده باختيار مختلف عن ده، او ممكن ان انت في السؤال تحس بالموضوع ده. يعني مثلا يدي لك مجموعه مثلا سي حروف ويقول لك شكل لي ان الحروف دي كلمه من كلمه من ثلاث حروف، قول لي قاعده الطرق اللي بنشكل بيها كلمه من ثلاث حروف. فطبعا اي بي اي غير او اي بي سي سوري غير الكلمه بتاعت سي بي اي غير بي سي اي، يعني كل تشكيله غير الثانيه. لو انا اديت لك مثلا 28 حرف بتوع الانجليش وقلت لك هات لي عدد الطرق اللي انت ممكن تشكل بيها كلمه من حرفين من الكلمات دي كلها، فطبعا الاي بي غير البي اي ده كلمه ودي كلمه ثانيه، تمام؟ فساعتها بنستخدم البرميتيشن. لكن لو كانوا هما الاثنين زاسين بالنسبه لك ما يفرقش بالنسبه لك، ساعتها بنستخدم الكومباينيشن. طبعا دي هتبان لك في خلال المسائل جدا، البرميتيشن والكومباينيشن هيبانوا في الشرح جدا. بس اهم حاجه امتى بروح لهم؟ بروح للاثنين دول لو انت كنت بتختار حاجه من حاجات، لو انا بختار حاجه من حاجات، تمام. قانون البرميتيشن بيقول لك ايه؟ لو انت بتختار ار اليمنت، بنختار ار اليمنت من اصل ان اليمنت، بنسميها ان بي ار، بنسميها ان بي ار زي ما مكتوب قصاد منك كده، ان فوق بي ار، ان بي ار. انت بتختار ار اليمنت من اصل ان اليمنت ده الكبير. القانون ده بيساوي لنا ايه؟ هتلاقي ان القصه دي بتساوي لك فاكتوريال الان اللي هو الكبير على فاكتوريال ان ناقص ار. طب بالنسبه للكومباينيشن اللي هو ان سي ار، ده بيساوي لنا ايه؟ فاكتوريال الان اللي فوق على من تحت فاكتوريال الار في فاكتوريال ان ناقص ار. تاني الان بي ار فاكتوريال ان على فاكتوريال ان ناقص ار اللي هو الطرح بتاع ده ناقص ده. طب الان سي ار فاكتوريال ان على فاكتوريال ان ناقص ار، بس المره دي رحت ضربت في فاكتوريال ار كمان، دي زياده كمان. طيب من القانونين دول مين فيهم الاقل، البرميتيشن ولا الكومباينيشن كرقم؟ الكومباينيشن. كومباينيشن اكيد هو الاقل، انت زودت هنا رقم تحت في المقام فهو اقل. طب ليه هو اقل؟ ليه هو عبد الويز اقل؟ عشان هو بيعتبر احمد ومحمود زيهم زي محمود واحمد، لكن اللي فوق بيعتبر احمد ومحمود مختلفين عن محمود واحمد، ده اهبل. البرميتيشن ده اهبل، عد احمد ومحمود ومحمود واحمد كانهم اختيارين، عد ده مره يعني عد الاختيار ده مره وراح رجع عده مره تانية، مع انهم هم التيم نفسه، واحمد ومحمود ومحمود واحمد هو نفس التيم، ما فرقتش حاجه، بس هو عدهم مرتين شافهم كانهم اتنين. فعشان كده بيطلع لك دايما النمبر اوف ويز من البرميتيشن بيطلع لك رقم اكبر من الكومباينيشن. ده بيجي لك سؤال في الفاينل كام سي كيو، مين الاكبر كقيمه برميتيشن ولا كومباينيشن؟ فتروح انت قايله برميتيشن اكبر كقيمه. تعال اما نشوف كده، ده الشرح بتاعه كتوتال، الموضوع شرحه بسيط جدا بس اسئلته رخمه جدا وبتحتاج تفكير جدا. بس عندي سؤال بس كده، الاسئله بتاعته ايه هي؟ شوان سماني تفضل. سامعك. اه تفضل. صوت فيه مشكلة؟ لا الصوت واضح باشمهندس. تمام باشمهندس كده سامعني؟ عشان بس حد كان بيعمل ميوت. سامعك اتفضل. ماشي، انا دلوقتي بقول الكومبينيشن والبرميتيشن الاثنين مع بعض دول تو اوبريشن صح؟ في الاخر اقدر اوصل لهم للمالتيبليكيشن زي ما انت قلت بالظبط، دي عمليه ودي عمليه فالاثنين هضربهم في بعض صح؟ لا السؤال هيجي لك، يعني انت خليك معايا واحده واحده.
انا اقصد مثلا انا دلوقتي حليت مساله بيرميتيشن ومساله مثلا الاثنين جاوا مع بعض مع الكومباينيشن الاثنين مع بعض، هل في كده ولا مفيش كده؟ مستحيل. انت قصدك تقول ان هو جه قال لك اخترت تيم من اثنين وبعد بالزبط. كده قمت انا عملت تجربه تانية، التجربه التانية دي ان انا مثلا شكلت كلمه من حرفين، بالظبط. فانا عايزك تقول لي عدد الويز من التجربتين دول مع بعض. فاستخدم الاولانيه تستخدم بالكومباينيشن وفي المره الثانيه تستخدم بالميتيشن وتضرب الاثنين في بعض، انت كده استخدمت الثلاث طرق. المثال ده نادر بالزبط. جدا يعني مش موجود عندنا زيه يعني. ماشي اوكي تمام بس هي فكره يعني ممكن تيجي. تعال ما نشوف كده السؤال عندنا بيجي ازاي. تعال نشوف كده اول سؤال كده ممكن يجي لك زيه الاسئله دي. اخر سؤال ده جه من السنه اللي فاتت، فتوقع اي حاجة من دول ممكن تخبط فيك في وشك في المتر. تعال ما نشوف كده اول سؤال بيقول لك ايه. بيقول لك ان هو how many different four color code strips، four color code strips هيختار كأنه هيختار شارة مثلا تتحط على حاجة عبارة عن اربع تلوان four color code strips. كود يعني مكون من اربع الوان، تمام؟ دول هم الاربع الوان تختارهم، دول اربع الوان، تمام؟ هيتحطوا على العربيه، يعني هيحط على العربيه كده حاجه تميزها عباره عن اربع الوان، تمام؟ طيب احنا بنختار من الوان ايه اللي بنختار ما بينها؟ بيختار ما بين how many different four color code strips can be made. الصوت عندي انا بس ولا عندي كله؟ لا الصوت تمام. لا تمام شغال عندنا تمام. if each code consists of the colors، بيقول لك لو كان الالوان دي اللي موجوده عندك، يعني انت هتشكل كود يتحط على العربيه لو كان الالوان دي اللي موجوده عندك، عنده اللون الاولاني جرين وريد وبلو ووايت. جرين ريد بلو وايت دي الالوان اللي موجوده عنده، اربع الوان جرين وريد وبلو وايت، اربع الوان. وهو هيحط على العربيه كده، هو كانه يحط كده العربيه كده لوحه كده، واللوحه دي فيها اربع الوان كده جنب بعض. فبيقول لك ايه، بيقول لك ايه عدد الطرق اللي ممكن يستخدمها، ايه عدد الالوان عدد الالوان المختلفه او عدد الستريبس دي المختلفه اللي ممكن يشكلهم مع بعض، يعني ايه عدد التشكيلات المختلفه يعني اللي ممكن يشكلها لو كان كل كلر هيستخدم مره واحده بس. ايه عدد التشكيلات المختلفه اللي ممكن يشكلها من الالوان دي لو كل كلر منهم يقدر يستخدمه مره واحده بس. فتعال نشوف السؤال ده هنحله ازاي. بالنسبه لاول واحد ممكن يبقى اول واحد اللي هو ده او ده عادي، يعني لو حد فكر ان ده اول واحد او ده اول واحد مفيش مشكله. اول واحد اللي هو ده ممكن يبقى كم احتمال ليه؟ انت عندك اصلا في الاساس بتختار من لون واحد كم لون؟ 1 2 3 4، الاربع الوان دول هم الاخضر والاحمر والازرق والابيض. فيبقى هنا اول خانه دي ليها كم احتمال؟ أربعة. طب هو بيقول لك ايه بقى، خلي بالك من النقطه دي، نقطه مهمه جدا، ان كل كلر كل لون هيستخدم مره واحده بس، يعني ما ينفعش تكرار. فيبقى هنا اللون الثاني هيبقى فيه عندك كام لون بس متاح قصاد منك تختار من بينهم، ما فيش تكرار، انت انا اخترت واحد بالفعل، فيبقى موجود هنا قصاد منك كام واحد؟ ثلاثة. بعد كده موجود من قصاد منك كام واحد ما ينفعش تكرر؟ اثنين. واخر تابع موجود قصاد منك واحد. يبقى من هنا هتلاقي ان التوتال نمبر اوف ويز بيساوي لنا 4 في 3 في 2 في 1. دي اللي هي التوتال نمبر اوف ويز اللي موجودين عندنا. مش مهندس الكومباينيشن فيها ال في دي واحده لسه كنت اقول لكم حاجه هتعجبكم جدا جدا جدا. هو السؤال ده اصلا بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان هو عنده اربع الوان وان هو المفروض يختار من الاربع الوان كلر كود مكون من اربعه. هو انا قلت لك لو انت في صيغه السؤال ان هو يختار حاجه من حاجه هتستخدم ايه؟ بيرميتيشن يا كومباينيشن. هنا لو انا لو كان الجرين يلو مثلا، الجرين قصدي جرين ريد مثلا بلو وايت، ولو كانت ريد جرين بلو وايت يفرقوا عن بعض ولا ما يفرقوش؟ يفرقوا اكيد هيفرقوا. لو كان الجرين الاول غير لو كان الريد الاول غير لو كان الوايت الاول هيفرقوا. يبقى دي بيرميتيشن ولا كومباينيشن؟
Permutation. لو الترتيب بيفرق يبقى permutation اللي هو بيفرق بالترتيب، يبقى المسألة دي permutation. خلاص تمام احنا اتفقنا permutation. طب عندي عدد الألوان ككل كام؟ 4. وانت بتختار كام؟ بتختار 4. لما تيجي تحسب الحسبة دي هتلاقي ان factorial الn اللي هو factorial 4 على من تحت factorial الn ناقص r اللي هو factorial الصفر هيدي لك ايه برضو؟ factorial اللي هي 4 في 3 في 2 في 1 ده factorial 4 لان factorial الصفر بواحد. تمام. هو الكومباينيشن في تكرار صح؟ الكومباينيشن في الكومباينيشن التكرار بيقدوا مره واحده بس. ماشي. ما بيشوفش موضوع مش يعني بيتكرروا بيقدوا مره واحده بس. عارف لو انت حليت المساله دي ان هي كومباينيشن 4 سي 4 هيدي لك ايه؟ هو قانون الكومباينيشن عباره عن ايه؟ عباره عن اديني واحد صح؟ هيدي فاكتوريال ان على فاكتوريال ار فاكتوريال ان صار هيدي لك واحد. طب ليه هيدي لك واحد؟ لان انت عندك اربع تلوان وبتختار اربعه فبالتالي ما هو كلهم زي بعض بقى ما هو مش بيفرق معاك الترتيب فانت كده كده هتختارهم. فهمتها ولا لا؟ فهمتها خالص. فده مش حالتنا يعني. فعشان كده بقول لك اي سؤال اختيار انت بتختار حاجه من حاجه يبقى بيرميتيشن او كومباينيشن. هنا الترتيب بيفرق زي ما شفنا كده ان الريد يلو از ريد جرين غير الجرين ريد ترتيب فرق. فالترتيب فرق وعديت بيعد فيبقى ده اسمه بيرميتيشن. اتفضل باشمهندس. هو لو في الميد تيرم بعمل بيرميتيشن او كومباينيشن عادي اكتبهم 4p4 مثلا ولا لازم اكتب القانون؟ لا مش لازم تكتب القانون. لو كتبتهم 4b4 وبعد كده رحت حطيت وروحت كتبت خلاص تمام ماشي. شكرا. عفوا عليك. شكرا. عشان سؤال اتفضل. هو لو كان قايل لي ان هو ان الكلر ممكن يستخدم اكتر من مره ايه؟ لو كان قايل لي ان كل كولر ممكن يستخدم اكتر من مره يعني مش مره واحده بس. لو كان قايل لك ان كل كولر ممكن هو يستخدم اكتر من مره ساعتها هتبقى المساله دي مش بيرميتيشن بقى. ساعتها هتبقى المساله دي هتبقى بس تبقى ملتيبليكيشن وساعتها تبقى 4 في 4 في 4 في 4. عشان كل مره قدامه السامبل سبيس يختار منه صح؟ بس مش هيجي لك كده. تمام شكرا. معلش هو مش سؤال رقم ايه هيبقى 5 باور 3 في 2؟ سؤال رقم ايه؟ 7. اول سؤال اللي هو ايه؟ انا ما حليتوش لسه. طيب تمام شكرا. طيب تعال نخش على السؤال اللي بعده. مش مهندس معلش هو ليه الترتيب بيفرق في السؤال ده؟ السؤال رقم 6؟ عشان خاطر لو انت اخترت ريد جرين قصدي ريد جرين بلو وايت غير لو انت اخترت جرين ريد بلو وايت يعني دي غير دي. زي مثلا انت عندك العربيه لو رقمها 1 2 3 6 غير 2 1 3 6 العربيه دي غير العربيه دي. مش يعني هم ما بتفرقش في الالوان تقريبا. احنا تفرقش ليه؟ لا دي حاجه انت ميزت بيها العربيه. لو كانت عليها رمز بالشكل ده خليني الون لك كده عشان تبقى انت مستعبه. ده رمز عليها غير لو كان عليها رمز بالشكل ده. يعني سبحان الله هي نفس الالوان بس ده غير ده. هو السؤال وضح لك كده يعني اصلا. طب ايه هي الار؟ الار هي الحاجه انت بتختارت كام واحد بناء ازاي بتعرفها؟ احنا قلنا الام هو عدد الحاجات اللي انت بتختار منها ككل فانت بتختار من اصل اربع الوان. طب انت بتختار كام حاجه من الاربعه دول؟ هو ده الار. فالار اللي انت بتختارهم هو اربعه. انت بتختار اربعه من اصل اربعه
الار هو اللي انت بتختاره، لان هو مجموعه الارقام اللي متاح ليك انك تختار منها. تمام شكرا. السؤال اللي بعده بيقول لك ان احنا في عندنا رئيس قسم، رئيس المدير اللي هو بتاع قسم التخزين في شركه، عايز يعمل رقم للموظفين بتوعه. الرقم ده كود للموظفين بتوعه او اي دي للموظفين بتوعه. الاي دي اللي هيعمله الموظفين بتوعه ده هيكون رقم مكون من اربع خانات، رقم مكون من اربع خانات. هيعمل رقم للموظفين بتوعه، الرقم ده هو عباره عن رقم من اربع خانات. فور ديجيتس دي معناها ان هو رقم من اربع خانات. تمام. How many different cards can be made؟ ايه عدد الكروت المختلفة اللي هو ممكن يعملها للموظفين بتوعه لو هو كان مقرر ان الارقام اللي هيستخدمها 1 و2 و3 و4 و5 ومدي لك الاثنين دول اف بقى. هو عنده خمس ارقام هيختار منهم اربعة. لينا اول حاجة بيقول لك ايه؟ بيقول لك الـ repetition is allowed. الريبيتيشن مسموح بيه، مسموح ان انت تقعد تكرر، بس بيقول لك في كونديشن. ايه عدد الزوجي؟ هاو ماني ذس، هاو ماني اوف ذس ايفن. فانت هتحل السؤال ده مرتين. هتحل السؤال ده الاولاني لما الريبيتيشن از الاوت، الريبيتيشن مسموح يعني التكرار مسموح بيه، وهتحله مره كمان ايه عددهم ان هم يبقوا ايفن. تعال نركز مع بعض، خلينا نتفق مع بعض على حاجة. لو انت بتختار شوية من شوية وسكتنا يبقى دي permutation او combination، لكن لو جيت اول معك في الكلام وقال لك repetition allowed و repetition not allowed ومش وقعد يلاوع معك في الكلام بالشكل ده يبقى دي multiplication، دي مش permutation ولا combination. لو انت بتختار شوية من شوية، لو انت بتختار 3 من اصل 5، 2 من اصل 4 وسكتنا، خلاص دي permutation combination. لو قعدت اقول لك repetition is allowed، repetition is not allowed والكلام ده، يبقى دي بره نطاق البرميتيشن والكومباينيشن، دي تحلها بالمالتيبليكيشن عادي. فتعال ما نشوف كده حلها يبقى عامل ازاي. اول خانه دي الريبيتيشن از allowed، خلي بالك اول خانه دي انت قدامك كام رقم تختار منهم؟ قدامي واحد من الخمس ارقام دول، فساعتها يبقى في هنا عندي خمس طرق للاختيارات او خمس حاجات قصادي بختار منهم. طب تاني خانه اللي هي الخانه اللي بعدها دي هيبقى قدامك كام حاجه؟ خلي بالك ان الريبيتيشن تاني از الاوت، فيبقى تاني خانة دي هيبقى قدامك كام حاجة تختار منها؟ خمسة برضو، خمسة برضو الريبيتيشن از الاوت. تالت حاجة خمسة برضو، خمسة برضو عشان الريبيتيشن از الاوت. وبعد كده اخر واحدة برضو خمسة عشان الريبيتيشن از الاوت. فيبقى النمبر اوف ويز بيساوي لنا خمسة في خمسة بخمسة بخمسة، تلات خمسة أربع خمسات مضربين في بعض. بيجي يقول لك إيه بعد كده؟ بيقول لك كم منهم، إيه منهم عدد التشكيلات الإيفن اللي ممكن إنها تكون إيفن. طب عشان تبقى إيفن مفروض أنهي رقم في دول اللي يبقى إيفن؟ أول واحد آخر رقم دي هي لازم تبقى إيفن. طب أنت كده بتختار من كم واحدة؟ يعني عندك كم اختيار تختار منهم هنا من الارقام دي عشان يبقى الرقم كله ايفن؟ 4 و 6، 4 و 6 اختيارين. عندك اختيارين بس، يبقى ده هنا الصوت بيقطع جامد قوي. معلش، هنا يبقى في عندك اختيارين فقط تمام تقدر تختار منهم. بالنسبه للباقي كله يعني انت هنا هتختار من اصل كام اختيار؟ خلي بالك ان الريبيتيشن از الاود هنا، هل في اي شرط عندك ان اي واحد فيهم اي واحد تختاره، ولا في شرط عندك تخليك تختار حاجه بعينها؟ لا عادي اي حاجه ساعتها يبقى ده برضو خمسة، والحج ده برضو هيبقى خمسة لان الريبيتيشنز الاو ودون تقدر تختار اي حاجه، خلاص مفيش اي مشكله. وده برضو هيبقى خمسة، فيبقى هنا في السؤال رقم بي هيبقى النمبر بيساوي لنا، انا هنا بس قدامي اختيارين بس عشان يبقى الرقم كله ايفن، فلازم اخر تابه دي لازم تبقى ايفن، فالايفن هنا هو 2 و4 بس، فعشان كده انا قدامي هنا 2 وبعد كده الباقي كله خمسات لان الريبيتيشن از الاود والخمس ارقام مفتوحين قصاد مني، اختار اي واحد فيهم مفيش اي مشكله، مفيش اي كونديشن يمنعني. باشمهندس اتفضل.
هو بيقول لي في الرقم بي بيقول لي ريبيتيشن از نوت الاود، هو يقصد بالعدد الزوجي الاخير اللي هو نوت الاود، ولا يقصد بالاربعه ديجيت اللي هو ما فيش حاجه فيهم الاود؟ لسه هدخل عليها الاربعه ديجيت او لسه هدخل عليها هقول حضرتك اصلا ما دخلتش على بي؟ لا انا في ايه. طيب تمام ماشي. طيب بالنسبه لبي، بالنسبه لبي بيقول لك الريبيتيشن از نوت الاود، الريبيتيشن مش مسموح بيه، مش مسموح بالريبيتيشن تمام. فبيقول لك في الاول قول لي عدد الويز ايه هي لو مش مسموح بالريبيتيشن. لو مش مسموح بالريبيتيشن هتلاقي ان عندك في اول تابه دي هيبقى عندك في اول، انت عندك الرقم مكون من اربع تابات تاني، وانت بتختار في كل مره رقم من اصل خمس ارقام من واحد لخمسه. فيبقى لو مش مسموح بالريبيتيشن يبقى اول تابه دي هيبقى قدامك الخمسه لسه طازه وتقدر تختار منهم اي واحد. تاني تابه دي مش مسموح بالتكرار، خلاص اخترت واحد، يبقى هيتبقى لك كام هنا؟ أربعة. بعد كده هيتفضل لي 3، بعد كده هيتفضل لي 2، يبقى النمبر اوف ويز بيساوي لنا 5 × 4 × 3 × 2. تمام كده. بيقول لك كام عدد منهم يطلع اود؟ How many of this is اود؟ كام عدد مهندس. منهم؟ ايه اتفضل. هو احنا ليه ما عملناش كومبينيشن هنا؟ انسى الكومبينيشن والبرميتيشن عشان ما تلخبطش في حته. لو قلت الليبيتيشن نوت الاود ممكن تنفع انها تتحل تتحل سوري برميتيشن، سوري برميتيشن مش كومبينيشن، ينفع مش هقول لك ما تنفعش، بس هي الفكرة ان انا مش عايزك تروح بالطريقة دي. ليه؟ عشان خاطر هنا السؤال ده اللي فيها how many of this odd مش انت بتحله بالميتيشن وكومباينيشن، فحلها ملتبليكيشن. لو السؤال جالك مكلكع بالشكل ده حله ملتبليكيشن زي ما انا بحله دلوقتي. ينفع يتحل بالميتيشن، بس اللي فوق ده بتاع الريبيتيشن اللاود ما ينفعش يتحل بالميتيشن. طب هو انا احله برميتيشن ولا كومباينيشن؟ معلش برضه بس مهندس، هو عشان هو انا برميتيشن مش كومباينيشن. طب ليه؟ عشان طيب. عشان 1 2 3 4 تختلف عن دي، بتعدها تختلف عن 2 3 4 1. تمام ايوه، عشان دي طريقه ودي طريقه تانية. فلو انت قلت ان حسن ان A و B مش زي B و A يبقى ده اسمه برميتيشن، بتعدهم مرتين، لكن لو عدتهم مرة واحدة بس اسمه كومباينيشن. طيب تعال ما نشوف كده السؤال تكملته. بيقول لك كم عدد منهم اود؟ طيب عدد منهم اود مين اللي هيخليه اود؟ اخر ديجيت دي هي اللي هتخليها اود. فيبقى عشان يبقى اود اخر ديجيت دي هيبقى عندك اختيار من اصل كم اختيار عشان يبقى اود؟ 3 اختيارات. تمام. في حد بيسأل حاجة؟ اتفضل. هو النت عندك بس ضعيف عشان كده الصوت بتاعي مش وصل له. معلش يا باشمهندس، تاني حته how many of this is odd؟ انا لسه ما بداتهاش. how many this of is odd امتى هيبقى odd؟ ايه عدد منهم اللي odd؟ هتجيبه ازاي؟ عشان الكونديشن بتاعك هنا ان اخر تابه دي لازم تبقى odd. طب اخر تابه دي عشان تبقى odd هيبقى رقم من اصل كام رقم؟ هيبقى رقم من اصل 3 ارقام اللي هم ايه؟ 1 و3 و5. اختار واحد منهم، اي واحد منهم لو بقي موجود هنا يبقى الرقم بتاعك قد مش ايفن. يبقى هنا قدامك 3 اختيارات. طب يبقى هنا قدامك كم اختيار بقى موجود؟ 2 6. انا عندي هنا في الاساس بتختار رقم من اصل 5 وبقول لك الريبيتيشن ممنوع، وانت هنا خلاص ربنا كرمك واخترت واحد، بس اخترت واحد من اصل 3 ارقام. فيبقى هنا فاضل لك كم من ال5 ارقام بتوعك؟ 4. وبعد كده هنا هيبقى فاضل لك كام؟ 3. 3. هنا هيبقى فاضل لك كام؟ 2. 2.
طيب استهدى بقى بالله واسمع الجملة المفيدة. الأسئلة اللي بالنوعية دي بنروح الأول على المكان اللي فيه الشرط، بنروح الأول على المكان اللي فيه عوأ، اللي فيه المشكلة، اللي فيه الشرط، اللي هو المكان ده، ده اللي فيه مشكلة، ده اللي فيه الشرط، ده آخر ديجيت دي، وبنشوف عدد الاختيارات بتاعتها كام. انت بتختار حاجة من أصل كام حاجة. هو مدي لك الشرط ان هو يبقى قد، يبقى قد، يبقى هنا الديجيت دي لما يبقى قد يبقى الديجيت دي محتاج اختارها تبقى كام اختيار من اصل الخمسة، هيتقلصوا لكام اختيار بس، هيتقلصوا بثلاثة بس، انت بتختار واحد من ثلاثة اللي هو يا واحد يا ثلاثة يا خمسة، اختار منهم رقم فيبقى هنا الثلاثة بس. وبعد كده تكمل مسألتك، ترجع بقى بظهرك بقى كده تكمل المسألة، فيبقى هنا اللي باقي لك مش خمسة، اللي هيبقى لك اربعة، ما انت خلاص اخترت رقم بالفعل هنا، واللي هيبقى لك هنا هيبقى اتنين ثلاثة، واللي هيبقى لك هنا هيبقى اتنين. وصلت ولا ايه؟ اي حاجة فيها شرط هي اللي بتبدأ بيها، وبعد كده ترجع بظهرك لورا. ايش تاني مش مهندس ما فهمتهاش؟ تاني هو مديني هنا في المسألة أرقام من واحد لخمسة، وبيقول لك اختار منهم أربع أرقام، اختار من الرقم ده رقم كبير مكون من أربع أرقام، بحيث إن الأرقام دي الريبيتيشن مش ألاود، التكرار مش مسموح بيه، عايز عقل وكمان يبقوا قد. طيب نبدأ بإيه؟ هنبدأ بموضوع القد. موضوع القد ده هيجبرك إيه؟ هيجبرك إن آخر واحدة دي لازم يبقى قد نمبر، فيبقى عندك كم اختيار لآخر تابة دي؟ هيبقى في عندك هتختار رقم من اصل كام اختيار؟ من اصل واحد وثلاثة وخمسة اللي هما التلات اختيارات دول، فيبقى هنا ثلاثة دي النمبر اوف ويز بتاع اخر تابة دي. طب التابة اللي قبلها اللي هي دي هيبقى عندك كام اختيار من اصل خمس اختيارات؟ هنا اخترت رقم ايا كان الرقم ده من اصل التلات ارقام، انت هنا اخترت واحد بالفعل، فيبقى هنا قصاد منك فاضل لك كام اختيار من الخمسة؟ لك اربعة، وهنا هيتفضل لك التلاتة، وهنا هيتفضل لك اتنين عشان الريبيتيشن نوت الاوت. يعني هتبقى تلاتة في اربعة في اتنين في كام؟ صح، هتبقى اربعة في تلاتة في اتنين في تلاتة. لغاية كده لغاية كده هما كانوا اخدوا السنة اللي فاتت لغاية النقطة دي، راح جالهم سؤال الميد ترم، عشان كده سؤال الميد ترم كان صعب. احنا كنا وقفنا في السكشن رقم سبعة، السؤال ده رقم سبعة، احنا وقفنا في السكشن عنده وفي المحاضرات هم اخدوا البرميتيشن والكومباينيشن، بس هم وقفوا لغاية النقطة دي وما ذكروهاش كويس. قالهم السؤال بتاعهم في الميد ترم، تعالى ما نشوف سؤال الميد ترم جه ازاي. سؤال الميد ترم السنة اللي فاتت باشمهندس معلش، احنا ممكن نرجع للسؤال اللي فات تاني. هو احنا بعد مش احنا حليناه وقلنا هنبدا بالشرط وقلنا يبقى ثلاثة، هنحط هنا ثلاثة وبعد كده هنحط هنا أربعة، ثلاثة اتنين ثلاثة، وبعد كده هيبقى لنا من اصل خمس اختيارات اربع اختيارات، وبعد كده ثلاث اختيارات، وبعد كده اتنين، واضربهم في بعض مع عدد الكلي، هو ضرب في بعض ملتيبليكيشن. تمام النمبر اوف ويز. اوكي تمام، تعال ما نشوف سؤال من الترم بتاع السنه اللي فاتت، هما كانوا واقفين كده عشان نبقى احنا زيهم، نشوف هنحله ازاي. السنه اللي فاتت جه في الميد ترم قال لهم ايه؟ قال لهم انت عندك جروب مكون من 8 سيدات و6 رجاله، اختار لي منهم لجنه تتكون من ثلاث رجاله من اصل 8 ستات، اختار منهم ثلاث ستات، ومن اصل الست رجاله اختار منهم ثلاث رجاله بس، من السته اختار ثلاثه ومن الثمانيه اختار ثلاثه، لجنه مكونه من ثلاث رجاله وثلاث ستات من اصل 8 و6. قال له ايه هي عدد التشكيلات المختلفه اللي انت ممكن تشكلها؟ طب تحل السؤال ده ازاي؟ 8 سي ار زائد 6 سي 3، بلاش كومباينيشن خلاص. هستخدم الحل بتاعك ده، ده كان الحل الصح، ده كان الحل الصح قوي، بس الحل ده مش هو اللي هنحل بيه دلوقتي. الحل الصح ده هنحل احنا في حل تاني كده، هقول لي تمام ده اللي حلوا بيه السنه فاتت حل صح تمام،
وبعد كده اقول لك لما نشرح البرميتيشن والكومباينيشن في المسائل اللي وراها اقول لك بتحل ازاي البرميتيشن والكومباينيشن. بس هو ما كانوش اخذوها لله الحق، ما كانوش اخذوها في السكاشن. يبقى هتسوي 120 يا فندس. هقول لك بتحل ازاي. بص هم حلوها ازاي. يبقى هتسوي كام؟ هتسوي كام دلوقتي؟ ايه الفاينل انسر كام بتاعها؟ هكتب هقول لك الفاينل انسر ورول. بس خلينا نشوف هنا الحل بتاعنا ازاي اللي اتمشى بالنسبه لهم، وهقول لك الحل الصح بتاعها ازاي، اقول لك كل حاجه تمام. فبيقول له هاو ماني ديفرنت كوميتيز ار بوسيبل. هنحلها ازاي دي؟ انت بتختار 3 من اصل 8 ستات صح، فيبقى عندك كام تشكيله؟ يبقى عندي في عندي ده الحل اللي هو ايه يا شباب، الحل اللي اقول دلوقتي ده حل مش صح قوي، مش صح 100% بالنسبه لك انت غلط، لكن انا هقوله عشان افتح دماغك واقول لك ليه غلط تمام. دول هم يعني هم دول الثلاث خانات دول اللي بالاسود دول هم الثلاث ستات، والثلاثة اللي بالأصفر دول هم الثلاث رجالة. الثلاث ستات دول مثلا فليكن التابة الأولانية دي قدامك كم اختيار ليها؟ 8. هنا هيبقى قدامك كم اختيار؟ 7. 7. وهنا هيبقى قدامك كم اختيار؟ 6. بالنسبة للرجالة هنا قدامك كم اختيار؟ 6. 6. وهنا ستة. بعد ما اخدت منهم 1 5 و 5 وهنا 4. اضرب بقى كل ده في بعض، اضرب ده بده بده. ليه ضرب؟ لان هي كلها عمليات تمت ورا بعضها، عملية اختيار سيدة، عملية اختيار سيدة تانية، عملية اختيار سيدة تالتة، ثم عملية اختيار راجل أول، عملية اختيار راجل تاني، عملية اختيار راجل تالت، فهي عملية ضرب تمام؟ طيب الحل ده السنة اللي فاتت اتمشلهم صح، إنما أنت الحل ده بالنسبة لك غلط، لو حلته كده أنت صفر. طب ليه غلط؟ كومباينيش المفروض إن إحنا هنيجي مع الرجال مع هما للأسف الحل ده غلط. ليه بقى يا شباب؟ بقول لك ليه غلط. انا بختار عشوائي، بختار عشوائي يا مهندس. لا في نقطه تانية مهمه، الحل ده غلط ليه؟ لان هو الحل ده بيفترض ان انت لو اخترت احمد، قصدي اخترت مثلا مي ومنى وهدى ده حل، والحل الثاني هدى ومنى ومي، يبقى الفرق يبقى الترتيب فرق. هنا الترتيب بيفرق، يعني بالطريقه دي اللي بتاعه المالتيبليكيشن قصاد منك دي كانك مستخدم البرميتيشن، كأنك بتقول إن أحمد محمد محمود غير محمود محمد أحمد غير محمد أحمد محمود، مع إنهم هم التلاتة هم نفس الأشخاص، بس تقول مين فيهم جه الأول، مين جه في النص، مين جه في الآخر فرق، مع إن ده ما بيفرقش، دي لجنة في الأول والآخر هم نفس الأشخاص. فأنت هنا في المالتيبليكيشن ده غلط. أمال حلها إيه؟ أنت حلها بالنسبة لك سهل، انت بتختار حاجة من حاجة. لما بتختار حاجة من حاجة انا قلت لك استخدم ايه؟ يا برميتيشن يا كومباينيشن تمام. انت هنا التكرار الترتيب معاك هتفكر فيها، الترتيب معايا هيفرق ولا ما يفرقش؟ يعني الترتيب معايا لو انا اخترت احمد ومحمد هل ده يفرق عن محمد واحمد؟ شايف لا مش هيفرق. هما الاثنين يعدوا مره واحده بس، لما هما الاثنين يتعدوا مره واحده بس، لما الاختيارين يتعدوا مره واحده بس، هو احمد ومحمد ومحمد واحمد يتعدوا مره واحده بس، ساعتها تبقى دي مساله كومباينيشن اللي هو الصغير. فهيبقى الاولانيه انت بتختار من 8 سيدات، من 8 سيدات هتختار كام؟ هختار منهم 3 سيدات، وهتختار من 6 رجاله هتختار منهم راجل، ثلاث رجاله. طب اللي ما بين الاثنين دول هتبقى عمليه ايه؟ عمليه ضرب. ليه عمليه ضرب؟ لان دي برميتيشن لوحدها، قصدي كومباينيشن لوحدها، ودي كومباينيشن لوحدها، وعشان تجمع العمليتين مع بعض اللي هما مفصولين على بعض تبقى عمليه ضرب، عشان دول مفصولين عن بعض. انا عملت ده ثم عملت ده، مش او انا ثم و بدل و يبقى ضرب. في اند اهي، شايف الاند دي؟ بدل في اند انا عملت ده وعملت ده، اخترت ده واخترت ده، مش اول. لو الاور يبقى يبقى, يبقى 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 ضرب. اند تبقى ضرب، او اور اجمع، اور تبقى جمع، اند تبقى ضرب، اند ملتيبليكيشن، اور تبقى اد. باشمهندس معلش اتفضلي، هو ليه الطريقه الاولانيه كانت غلط؟
عشان الطريقه الاولانيه دي طريقه متخلفه، بتعد محمد واحمد ومحمود مره، وبعد كده ترجع تعد مره تانية احمد محمد محمود ومحمود احمد محمد، ترجع تعده مره ثالثه مع انهم هم نفس الاشخاص، بس تقعد تعدهم كذا مره عشان الترتيب بيفرق معاه. تمام، يعني فوق الترتيب بيفرق لكن تحت الترتيب ما بيفرقش. الترتيب ما بيفرقش وده الصح، الترتيب ما يفرقش. احمد محمد محمود هم همهم، محمود محمد احمد هم همهم، محمد احمد محمود هم همهم، دول ودول كلهم واحد. تمام شكرا جدا لحضرتك. طيب السؤال اللي بعده، يعني انا ما استعملش المالتيبليكيشن غير لو كان الترتيب يفرق. انت الافضل اصلا لو انت بتختار حاجه من اصل حاجه يبقى انت بتستعمل برميتيشن، واخترت حاجه من اصل حاجه وخلاص بدون اي شرط، يبقى ده سؤال برميتيشن وكومباينيشن. لو الترتيب بيفرق يبقى ده ايه؟ يبقى ده برميتيشن. لو الترتيب ما بيفرقش كومباينيشن. والبرميتيشن هو مالتيبليكيشن، يعني انت لو غلطت في البرميتيشن وحسبته كانه مالتيبليكيشن يديك نفس الناتج. تمام ماشي. السؤال اللي بعده بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك ايه هي عدد اللجان المختلفه اللي ممكن تشكلها من من التشكيله اللي دي، من الثمان رجاله، من الثمان ستات والست رجاله، لو في راجلين رفضوا ان هم يخدموا مع بعض. لو في اتنين رجاله رفضوا ان هم يخدموا مع بعض. هقول لك زمايلك السنه اللي فاتت العباقره، بس العباقره فقط فكروا فيها ازاي. تمام، لان السؤال ده بصراحه كانت الدرجه النهائيه في الميد ترم ده 18 او 19، ما عدا خمسه او سته اللي جابوا 20 في الالف كله، او يمكن 10 اللي هو جابوا السؤال الصعب ده. ده كان بالنسبه لهم سؤال جحيم بصراحه. طيب السؤال الصعب ده ازاي نفكر فيه؟ بيقول لك how many different committees are possible if اتنين راجلين رفضوا ان هم يشتغلوا مع بعض. السؤال ده يتحل ازاي؟ تعال نفكر فيها زي ما هم فكروا فيها السنه اللي فاتت الاول برضو، واقول لك ايه الغلط في التفكير ده واقول لك ايه الصح المفروض يتعمل. سؤال حضرتك يا باشمهندس ايه؟ هو ده نفس السؤال؟ نفس، ما هو السؤال فيه A و B، A كان عليه درجتين و B كان عليه درجتين. تمام، ممكن نيجي عند مثلا ما نيجي نختار الثلاثه. تعال ما نشوف كده هنعمل ايه. فانا في عندي هنا بختار لجنه مكونه من ثلاث سيدات وثلاث رجاله. بالنسبه لاول تابه هنا السيدات، هل في عندي اي شرط على السيدات؟ لا، انا في عندي بس شرط ان الاثنين رجاله ما ينفعوش يخدموا مع بعض. ما فيش عندي اي شرط تاني على السيدات، ما حد جابش شرط السيدات في حاجه. فانا هنا عندي اول حاجه في عندي 8 سيدات ممكن اختار منهم. بعد كده الحل ده تاني بقرر ان هو مش صح، بس ده الحل اللي زمايلكم حلوا بيه السنه اللي فاتت. بفتح لك دماغك واقول لكم الصح. طيب هنا عندي كام اختيار؟ هنا هيبقى في عندي 7 اختيارات، وهنا هيبقى في عندي كام اختيار؟ هنا هيبقى في عندي 6 اختيارات. ده كده بالنسبه للستات. طيب بالنسبه للرجاله، بالنسبه للرجاله في خازوق في النص. ايه الخازوق ده؟ ان في راجلين ما ينفعوش يخدموا مع بعض. طب عشان نحل المشكله دي هنعمل ايه؟ هعمل ايه؟ هقول للاثنين دول، هقول للاثنين دول خدوا بعضكم وامشوا، انا مش عايزكم. فيبقى يفضل لي كام راجل بس؟ هيتفضل لي من الستة أربعة. تمام، فيبقى ده كده اول حل. اول حل ان انا الاثنين اللي ما يردوش يشتغلوا مع بعض دول اروح امشيهم هم الاثنين، واختار ثلاثة من الأربعة مش من الستة. فيبقى ساعتها عندي أربعة، وعندي هنا ثلاث اختيارات، وعندي هنا اختيارين. انت في اول راجل هيبقى قدامك اربع رجاله، بعد كده انت اخترت واحد بالفعل يبقى قدامك ثلاثه، بعد كده يبقى قدامك اثنين. طيب الكلام ده بقى، ده احنا في حاله لو احنا مشينا الاثنين، قلت له خد بعضك انت يا محمد، انت ومحمود ما رضوش تخدموا مع بعض وامشوا، اتكلوا على بعض وامشوا. طب في حاله بقى ان هما الاثنين موجودين عندي، فهيبقى القصه عامله ازاي؟ او ان انت استخدمت واحد من الاثنين عندك. لو انت استخدمت واحد من الاثنين عندك يبقى انت دخلت واحد من الاثنين، خلاص اعتبر ان هو ده محمد او محمود، خلاص هما دخلوا معاك. يبقى انت هنا بتختار راجل من اصل الاثنين دول اللي هو من اصل محمد او محمود، يبقى انت هنا عندك اختيارين. طب انت هنا عندك كام اختيار تختار منه الراجل ده؟ يعني ده واحد من الاثنين اللي بيتخانقوا مع بعض اللي انت طردتهم اصلا. هنا هيبقى قدامك كام واحد تختار منه غير الاثنين دول؟ ما هو ما ينفعش ان محمد، ما ينفعش ان ده يخش تاني هنا، يعني ما ينفعش هنا تبقى خمسة.
تمام؟ امال هنا يبقى كام؟ 4. ليه 4 مش 5؟ دي النقطه، دي التريك الوحيده. ليه 4 مش 5؟ لان انت إن احمد ومحمود انت بتختار منهم هنا، وكل واحد فيهم ما ينفعش يخدم مع التاني. لو انت اخترت محمد ما ينفعش يجي هنا محمود، لو انت اخترت محمود ما ينفعش يجي هنا احمد معاه في نفس التيم. فانت بتختار واحد من الاثنين دول وخلاص، وبعد كده هنا هتختار واحد من الاربعه اللي باقيين اللي هم غير الاثنين اللي بيتخانقوا مع بعض دول. طب وهنا هيبقى لك كام واحد؟ هيتفضل لك ثلاثه تختار منهم بس. كده حضرتك قررت كده حضرتك قررت ان انا لازم اخد واحد منهم. ايه كده حضرتك قررت ان انا لازم اخد واحد منهم فحطيت لهم خانه لوحدهم. ايوه طيب. عشان كده اديته خانه لوحدهم. تمام. طب ليه ليه عملت ملتيبليكيشن بين الحاجات دي وبعضها؟ وعشان انت بتقول ان الحل ده هنا في اور، خلي بالك ان هنا في اور، ده او ده، ان ده ممكن يحصل او ده ممكن يحصل، لكن ده مع الجروب ده كله اند. انت بتختار ثلاث ستات اند ثلاث رجاله، ده مع ده اند، فعشان كده في علامه اكس هنا اللي هي علامه ضرب. انما هنا هيبقى مكان الاور دي بعد كده ايه؟ هيبقى علامه بلس. يعني هتتكتب ايه؟ هتتكتب 8 7 في 6. الكلام ده في 4 في 3 في 2 أو يعني زائد 2 في 4 في 3. باشمهندس ممكن سؤال بس؟ اتفضلي. ممكن حضرتك بس تعيد الحتة يعني من بعد ما احنا شلنا الاتنين اللي مش هينفع مش عايزين يشتغلوا مع بعض؟ ماشي. لما جينا حطناهم خلاص ماشي، ده كده الاثنين اللي بيشتغلوش مع بعض شلناهم على جنب. طيب لما جيت استدعي الاثنين دول، فانا هنا هيبقى قدامي، يعني لما جيت استدعيهم فانا اختار واحد منهم، خلاص اخترت واحد منهم هنا اهو بالفعل، خلاص اخترت واحد منهم. تمام، اخترت واحد من اصل الاثنين دول. طب في التابه اللي بعدها، التابه اللي بعدها بقى لو انا اخترت واحد من الاثنين دول، هل ينفع ان انا احط معاه الثاني؟ اكيد لا، اللي هما الاثنين ما ينفعوش يخدموا مع بعض، فيبقى هما الاثنين اخدوا ناصيه. امال هيتبقى لي كام واحد اختار منه؟ هل كام واحد من السته باقيين لي لما انا اجنب الاثنين؟ هيبقى باقي لك بس 4 اختيارات. طب اخر اختيار هيبقى باقي لك كام اختيار؟ انت هنا اخترت واحد بالفعل من اصل الاربعه، يبقى هيبقى لك كام؟ هيبقى لك 3. طيب وعشان انت هنا انت بتختار الرجاله، فعندك يا تمشي في الطريق ده او تمشي في الطريق ده، يعني اما تجنب الاثنين دول وتخليهم على جنب، يا اما تاخد واحد من الاثنين دول وتبقى دول عدد الاحتمالات بتوعك، او ده او ده. فعشان كده جه ظهر لك عمليه البلس في الاول. طب مش هنقدر نحلها بطريقه الكومباينيشن ولا ايه؟ لا، ما هو ده، ما هو النقطه هنا ان الاجابه دي جواب خاطئ. انا كده بتقول اجابه الناس بتوع السنه اللي فاتت صح؟ انا بقول لك اجابه الناس بتوع السنه اللي فاتت، عشان لو ما جاتش رجاله وستات ما ممكن تيجي حاجه ينفع فيها التكرار فتبقى ملتيبليكيشن. ممكن تيجي حرف حروف 8 حروف و6 حروف واخترت 3 واخترت 3، 8 حروف انجليزي و6 حروف عربي واخترت 3 واخترت 3، فالتكرار هنا ما بينفع، فساعتها هتبقى ملتيبليكيشن. وصلت ولا لا؟ يعني انا بحلها ليه ملتيبليكيشن الاول مع ان الحل ده غلط في مساله الومن ومن؟ عشان الومن ومن محمد ومحمود هم محمود ومحمد. ليه بحلها كده؟ عشان خاطر بس لو المساله اتغيرت فبقيت حاجه يبقى ينفع فيها التكرار تستخدم ملتيبليكيشن بالشكل ده، لكن دي ما ينفعش فيها التكرار. طب هي ما تنفعش فيها التكرار تبقى مساله ايه؟ مساله كومباينيشن. تعال اقول لك بقى السنه دي نحلها ازاي، انسى بقى الكلام ده. مش انا البرميتيشن اقدر اعملها زي الملتيبليكيشن؟ اه تقدر تعملها زي ما تقوليش. تعال انسى بقى الكلام ده كله وتعال نشوف بقى تحل ازاي المساله دي. بص يا شباب، بيقول لك ان هو عنده 8 ستات عايز يختار منهم 3 ستات، عايز اختار 3 من اصل الثمانية. بدل ما اختياراتي يبقى ده برميتيشن او كومباينيشن. انا هنا هختار الكومباينيشن. ليه هختار الكومباينيشن؟ لان انت الترتيب ما بيفرقش، الترتيب ما بيفرقش معايا، يعني بتعد محمد ومحمود ومحمود واحمد تعدهم مره واحده بس. فهنقول ان انا عندي 8 ستات هختار منهم 3. حلو الكلام.
عندي ست رجالة عايز اختار منهم ثلاثة، بس في عندي نقطة ان اتنين ما ينفعوش يخدموا مع بعض، فهتيجي تعمل ايه فيها النقطة دي؟ هتقول الاتنين ما ينفعوش يخدموا مع بعض، ارميهم في الزبالة، ارميهم في الزبالة. هيتبقى لي كام راجل؟ هيتبقى لي بس اربعة. هتختار من الاربعة كام؟ هتختار من الاربعة ثلاثة. ده حل. الحل الاولاني انت رميت اتنين في الزبالة. طيب الحل التاني او ايه بقى؟ او ان انا اختار من الاتنين دول واحد، هختار من الاتنين دول واحد، ثم يعني و اند و هختار من الاربعة الباقيين اتنين. طبعا انا لو ما كنتش شرحت لك المالتيبليكيشن كان زمانك ما فهمتش دي، عشان كده انا بشرح المالتيبليكيشن هنا برضو الاول، عشان دي ما تتفهمش غير من خلال المالتيبليكيشن انا شرحته فوق، مع انها مسألة كومباينيشن وحلها بمالتيبليكيشن غلط، بس عشان تفهم دي جات ازاي كده. تاني جات ازاي كده؟ عندي سؤال. ازاي كده؟ انا الاول اخترت من الثمان ستات ثلاث ستات اهو، وكمان ايه بقى؟ وكمان انا محتاج اختار ثلاث رجالة، بدل ما قلت وي يبقى ضرب عشان اختار الثلاث رجالة. طيب انا عندي كام طريق؟ عندي الطريق الاولاني ان انا اجنب الاثنين دول واختار الثلاثه بتوعي من اصل الاربعه وخلاص، فاختار الثلاثه بتوعي من اصل الاربعه، ده اول طريق. او عندي الطريق الثاني. ايه الطريق الثاني؟ ان انا هيبقى في عندي الرجلين دول اختار منهم راجل واحد، ثم اختار من الاربع رجاله الباقيين راجلين، يبقى انا كده اخترت الثلاث رجاله بتوعي، 2 زائد 1 فيها الثلاثه اهو، ده الطريق الثاني. فالطريق الثاني مع الطريق الاولاني او، فيبقى ده بلس. باشمهندس اتفضل. باشمهندس اتفضل. هو انا جه في دماغي اوبشن تالت، مش عارف هو ليه مش صح، يعني قول ان ده الاجابه الصح. تمام، ان الست رجاله دول مش في راجلين مش عايزين يشتغلوا مع بعض. تمام فكان في اوبشن من اتنين اللي حضرتك قلتهم، وفي اوبشن تالت اللي هو خمس رجاله، يعني الواحد من اللي مش عايزين يشتغلوا مع بعض ارميه ويبقوا خمس رجاله بس واخد منهم الثلاثه الكاملين، يعني خمسه سي ثلاثه. ليه ده مش صح؟ ده جا في دماغي يعني. ما هو خمسه رميت واحد، انت رميت واحد واخدت مع الخمسه الباقيين، ما هو ده يندرج تحت ده. ما انا عملتها على حسبه، اتنين سي واحد، يعني مش بيساوي بعض، يعني دي حاجه ودي حاجه، يعني الخمسه سي ثلاثه مش هي الاتنين سي واحد في ال في الاربعة سي تلاتة في التانية. لا مش تبقى هي. امال ايه بقى اللي حصلان ده؟ انت هنا جنبت واحد صح؟ وخلاص وكده المشكلة حل. اخترت من الخمسة الباقيين تلاتة صح كده؟ بالظبط. طب هو ايه بقى المشكلة؟ مش بيكرر مرتين؟ ايه؟ يعني ايه؟ مش بيكرر مرتين؟ يعني مش ممكن ان انا اجنب احمد واختار او محمود مع الباقيين واختار منهم ثلاثة، وبعد كده اقوم طارد احمد، وبعد كده اقوم مدخل محمود ومختار، مش ده اور؟ ما انا هعمل اور، يعني ما انا كنت هعمله اور، يعني انا كنت هعمل ثلاثة مجموعين، حضرتك عملت اتنين بس، انا كان في دماغي اوبشن ثالث هعمله اور معاهم، ان انا اقول الثمانية سي ثلاثة بتاعت الستات اند في خمسة سي ثلاثة بتاعت الرجالة، يعني ده كان بالنسبة لي اوبشن تالت هعمله اورنج مع الاوبشنين اللي حضرتك كاتبه. حضرتك فين تاني؟ ايوه فاهمك. طب انا مش عارف ده حلها كده وريها لي ونشوفه، بس هي حلها الصح هو الحل بالاحمر ده. تمام حلها كده، ممكن نتناقش فيها مع بعض على الواتساب، بس هو الحل الصح بتاعها هو اللي بالاحمر ده اللي فوق ده، يا ريت تفهمه كويس، ان احنا اخترنا من اصل التلاتة من اصل تمانية، وكمان اخترنا الكلام ده. هتناقش معاك في اي حل تاني على الواتساب. تمام هو الحل ماشي خلاص. تمام الترم الاولاني اللي هو 4 سي 3 ده ممكن جه منين تاني؟ بس انا جنبت الراجلين اللي ما بيقدروش يخدموا مع بعض، واخترت الثلاثه بتوعي دايركت من الباقيين، من الباقي من السته اللي هم اربعه بس، فبقى 4 سي 3. تمام، بس هو مشكلة مش هختار منه. ايه؟ مش هو انا كده ما اخترتش الاثنين اللي انا مش عايزهم يشتغلوا مع بعض صح؟ صح.
ما جنبتهم خالص في السؤال بتاعي، عشان كده جه هنا الدور بتاع الترم الثاني، او ان انا اختار واحد من الاثنين دول مع ايه، مع اثنين من الاربعه الباقيين، مع يبقى ضرب. طب احنا ما عملناش ليه يا باشمهندس اللي هي 5 6 3 دي؟ لو جنبنا واحد وعملناه رحنا مختارين بقى من 5 3 ونضربهم في 2، بس للاسف مش هتطلع نفس الناتج زي. اقول لك ليه الحل ده غلط. غلط ليه؟ الحل ده هيطلع غلط في الاخر. هيطلع غلط ليه؟ لان الحل ده هيبقى شامل من ضمن الاختيارات بتاعته الاختيارات اللي كانت موجوده هنا بالفعل، فيبقى انت كررت الاختيارات دي مرتين. مش انت اخترت اي ثلاثة من الخمسة، فممكن الثلاثة دول يطلعوا هم الثلاثة انت اخترتهم من الاربعة دول. مش مهندس، طب انا كنت حليته بحاجة تانية وهي طلعت صح، طلعت نفس الرقم، فيش مشكلة الرقم هي هيطلع معاك. بص، في ممكن يبقى ليها فكرة، مش مهندس ما ليها كذا فكرة، فالرقم النهائي مش مهندس ما الحلول هتبقى مشتركه، يعني حضرتك بتقول يشمل عليه، لان بس يعني ما هو ده انا هحله بان انا هعمله اورنج، فعادي يعني ما اكيد في حاجات مشتركه في اللي هو إيه. بص اللي انا كاتبه ده ما فيهوش مشترك، ده ما فيش اي مشترك مع ده، لان انا هنا دخلت واحد من اللي ما كانوش موجودين هنا اصلا، فكل الاحتمالات اللي جالك هنا مختلفه عن هنا، كل حاجه جايه هنا مختلفه عن هنا. ليه؟ لان انا اخترت واحد هنا، اخترت بني ادم من البني ادمين اللي انا جنبتهم من الاختيارات دي كلها، فبقى هنا في واحد، فخلت الاختيارات دي مختلفه، اللجان دي كلها مختلفه عن اللجان اللي هتطلع لك من التشكيله دي. كاميرا يا شهاب. باشمهندس طب معلش، هو ايه المشكله في الحل اللي حلوه زمان السنه اللي فاتت من غير السيد خالص؟ عشان الحل اللي حلوه السنه اللي فاتت كان مالتيبليكيشن، فالمالتيبليكيشن ده بيقول لك، خلينا مسألة مثلا سهلة، خلينا حاجة سهلة، أنا هختار مثلا من أصل ثلاثة هختار اثنين، فليه هختار اثنين من أصل ثلاثة، عندي أحمد ومحمود ويوسف واختار اثنين منهم، تمام؟ لو أنا حليت مالتيبليكيشن هقول إن عندي هنا عدد الاختيارات بتاعتي ثلاثة، وهنا عدد الاختيارات بتاعتي اتنين، واضرب الاتنين في بعض يبقى عدد التشكيلات المختلفة ستة، وانا عندي في الاساس ايه؟ احمد ومحمود ويوسف، تمام؟ الف وميم ويه، تمام؟ انت في الملتبليكيشن يقول لك ان هو ستة، هل هو فعليا ستة؟ طب تعال نعد، انا في عندي اول اختيار يا احمد مع محمود، يا احمد ومع يوسف، يا محمود ومع يوسف، حد شايف مجموعة تانية ينفع يشكلها؟ مش هتلاقي، فهم كم مجموعة؟ هم ثلاثة بس مش ستة، عشان كده الحل ده غلط في المسألة اللي ما ينفعش فيها تكرار. ما تتحل ايه افضل؟ الصح بتاعها ايه؟ الصح بتاعها من اصل ثلاثة هختار اتنين، بختار اتنين. مرحبا باشمهندس، بتاع حضرتك باشمهندس، الصوت في ميوت باشمهندس، معلش في حد عمل ميوت معلش. فيبقى ده بيساوي لنا ايه؟ 3 سي 2، زي ما انتم شايفين كده المجموعات، لو انا عندي احمد ومحمد ويوسف وانا بختار من الثلاثة دول اثنين، فالمالتبليكيشن هيقول لك ان اول واحد 3 وتاني واحد يبقى في عندك 2، واضرب الاثنين في بعض يبقى في عندك 6 6 مجموعات ممكن تشكلها. هل ده فعليا اللي بيحصل؟ لا، مش هو ده فعليا اللي بيحصل. ليه؟ لان انت كده لو جيت بالعقل هتلاقي ان في عندك المجموعات اللي عندك يا اما احمد ومحمود، يا اما احمد ويوسف، يا اما محمود ويوسف، يبقى هم كام مجموعه؟ 3. ليه 3؟ عشان الترتيب هنا ما يفرقش، احمد ومحمود زيهم زي محمود واحمد، هو نفس الجروب، هو نفس التيم، فيبقى دي مساله كومباينيشن، ان انت هتختار من ثلاثة هتختار اثنين من اصل ثلاثة، كومباينيشن اللي هو بدون ترتيب، اخترت اثنين من اصل ثلاثة والترتيب بتاعي ما بيفرقش عندي، يبقى ساعتها ملتبليكيشن الثلاثة على ملتبليكيشن اثنين في اللي هو ده ناقص ده اللي هو ملتبليكيشن الواحد. اوكي تمام، اللي هو يدي لك كام توتال؟ توتال هيدي لك ثلاثة اللي هو العدد بتاعنا.
فهمت كده جت ازاي؟ عشان كده كانت الحل ده حل خطأ. على المثال الصغير ده طبق على اللجنة الكبيرة، قصدي سوري، الحل ده هو اللي غلط والحل ده صح، فهم؟ اطبق من المثال ده على المسألة الكبيرة بتاعتنا اللي جت في الترم السنة اللي فاتت. ايوه تمام، شكرا باشمهندس. تعال ما نكمل باقي الأسئلة. كل سؤال من دول انت معرض اني قابلك في الميد ترم، تمام؟ يعني السؤال ده ممكن يجي عادي. هو جاب السؤال ده السنه اللي فاتت، ده السؤال احنا حلناه من شويه، ان هو عنده سبع ستات وخمس رجاله، اختار من السبعه ثلاثه ويختار اتنين من دول، فهيبقى عباره عن ايه السؤال ده عشان نحله بالمره؟ هيبقى السؤال ده كومباينيشن، انت بتختار يبقى مالتيبليكيشن يا كومباينيشن يا بيرميتيشن، سوري. طيب انت هنا بدل ستات ورجاله والقصه دي، بدل بشر كده يبقى كومباينيشن على طول، فانت من السبعه هتختار ثلاثه، من السبعه ستات اختار ثلاثه، يبقى سبعه سي ثلاثه. ومن الرجلين ومن قصدي من الخمس رجاله هختار رجلين، يبقى خمسه سي اتنين. طيب انا بعمل ايه؟ اند، اللي ما بينهم اند، يبقى علامه ضرب بس كده، هو ده التوتال نمبر اوف ويز. ده شرحها بمنتهى السهوله. انا عندي سبع ستات اخترت من اصلهم ثلاثة، السبعة اخترت منهم ثلاثة، سبعة سي ثلاثة. باشمهندس بعد اذنك، ايه باشمهندس؟ كنت عايز على حاجة بس هي في الستاتيستكس، انا بتلخبط بين الديسكريت والكونتينيوس. طيب انا عندي الاهم، اخلص بس السلايد دي تمام، بعد كده ابقى في سؤال. تمام، السؤال اللي بعده بيقول لك ان في عندي تلفزيون محرر اخبار تلفزيونيه، تمام، تو يوز نيوز 3 نيوز ستوريز اون ايفنينج شو، بيعرض ثلاث قصص بالليل تمام على التلفزيون، في واحده في البدايه وواحده في الوسط وواحده في النهايه، بيعرض ثلاث قصص في البرنامج بتاعه. واحد محرر برامج بيعرض ثلاث قصص في البرنامج بتاعته، واحده بدايه البرنامج، واحده في نص البرنامج، واحده في اخر البرنامج. طب بيختارهم من اصل كم قصه الثلاث قصص دول؟ يعني هو بيختار ثلاث قصص، تاني بيختار ثلاث قصص، واحده في الاول وواحده في النص وواحده في الاخر، بيختار من اصل. يبقى الترتيب مهم. بيختار من اصل 8 قصص، تمام. بيقول لك ايه هي عدد الترتيبات المختلفه اللي ممكن يعملها؟ الترتيب مهم عشان في الاول لما جه قال لي هنا لما جه قال لي في السؤال ان في قصه في الترتيب مش مهم، ده اجزاء، قصه في النص وقصه في الاخر. ففي عندنا حاجه مهمه جدا، ان اي حد بيعرض اي برنامج او بيتفرج على فيلم او بيعمل لك اي حاجه، هتلاقي دايما بيدي لك اول مشهد هو المشهد اللي يجذبك، وبعد كده في النص ده بيبقى هري شويه، وبعد كده في الاخر يا اما يجذبك يا اما توحد، بيكون اقل هري في الاخر خالص، اللي هو يعني الريت بينزل مع الوقت. فالنهايه اختياري للبدايه مهم، فالترتيب هنا للاسف بيفرق. يعني ان انت تختار قصه وبعد كده قصه ثانيه وبعد كده قصه ثالثه بتختلف عن اختيارك للقصه الاولانيه والقصه الثانيه والقصه الثالثه. تقول يا باشمهندس انت فهمت القصه دي ازاي؟ فهمت ازاي الترتيب بيفرق هنا؟ عشان هو جه قال لك ان في واحده ليد ستوري، واحده في المقدمه، وبعد كده واحده في النص، وواحده في المؤخره، في الكلوزنج بقى قال لك ان هي كلوزنج، تمام، وقال لك الليد لما جه فصص لي وقال لي ليد وكلوزنج ومش عارف ايه، فاعرف ان الترتيب هنا بيفرق. عارف الترتيب امتى يفرق في اللجنه؟ لو قال لك ان اخترت ستة هتبقى هي المقدمة بتاعت اللجنة، والست تانية هتبقى مش عارف ايه، والست هتبقى عضوة مش عارف ايه، والست التالتة هتبقى مثلا عضوة عادية، واللي في النص هتبقى نائب رئيس مجلس ادارة، والاولانية هتبقى رئيسة مجلس ادارة. فانت كده فرقت، فالترتيب فرق. اللي انا قلت هختار اتنين من اولاد منكم، واحد يكون هو رئيس التيم والتاني يكون مساعده. لما اقول ان احمد رئيس التيم ومحمود مساعده، غير لما اقول محمود رئيس التيم واحمد هو اللي بيساعده. فيبقى هنا الترتيب بيفرق، استخدم برميتيشن. هنا في المساله دي الترتيب هيفرق، فدي مساله برميتيشن. طب انت بتختار كم قصه؟ بختار ثلاثة من اصل كم قصه؟ من اصل 8 بس، هو ده حل السؤال. 3 ب 8 تمام، بنحطها على الآلة حاسبة أو تحسبها أنت، إن هي عبارة عن فاكتوريال 8 على من تحت فاكتوريال 3، سوري، على من تحت فاكتوريال N ناقص B على من تحت فاكتوريال 5 اللي هو الـ N ناقص الـ R. تعال نشوف آخر السؤال ده كده.
بيقول لك ان في عندنا محرر ده كاتب صحفي يعني بيراجع 8 كتب، فبيقول لك عايز يحط 3 مراجعات للكتب دي في الجريده وسكت، عايز يحط 3 مراجعات في الجريده وسكت. فهنا الترتيب هيفرق ولا مش هيفرق؟ وهيختار 3 منهم يراجعهم من الـ8 دول عادي مش هتفرق. مش هيفرق. بيقول لك وما قالكش ان في واحده هتبقى في اول الجورنان وواحده في نص وواحده في اخره. عارف لو جه قال لك ان في واحده هتحط في الصفحه الاولى والثانيه في الصفحه الثانيه والثالثه في الصفحه الثالثه، ساعتها يبقى الترتيب يفرق، مين في الصفحه الاولى ومين في الثانيه ومين في الثالثه. لكن هو جه قال لك انا هختار 3 كتب وراجع وسكت، بدل قال له هراجع وسكت 3 من اصل الـ8، يبقى ده كده مساله كومباينيشن. فدي كده مساله كومباينيشن، ان انت هتختار 3 كتب من اصل الـ8 بس كده. اهم حاجه انك تعرف دي كومباينيشن ولا برميتيشن. ازاي تعرف؟ لو التكرار بيفرق يبقى دي برميتيشن، لو التكرار ما بيفرقش يبقى دي كومباينيشن. زي المساله دي كومباينيشن ودي برميتيشن. هل في اي حد عنده اي سؤال في الكاونتنج؟ انا لو سمحت يا باشمهندس، السؤال الميدترم احنا لما عملنا 2 ضرب اللي هو 4 على ضرب 3 على 2 على 2 يعني الجزء، انا ليه عملت 4 و3؟ لما جيت عملت انت اخدت واحد من الاثنين دول، اخدت واحد من الشخصين ما ينفعوش خلقوا مع بعض، عندك هنا اختيارين. طب انت هنا عندك كام اختيار بقى تختار منه الشخص الثاني؟ هل انت في الاساس عندك 6 رجاله؟ خلاص انت هنا بالفعل اخترت واحد، هل هنا ينفع تحط 5؟ لا. ليه؟ لان انت لو حطيت 5 يبقى انت كده عديت الراجل اللي ما ينفعش يخدم مع الراجل ده. وما هنا احط كام؟ 4. طب ليه 4 مش 5؟ انا طردت الراجل التاني، يعني مش انت بتقول ان في 2 ما ينفعوش يخدموا مع بعض، فانا طردت يعني بعد ما اخترت منهم واحد فطردتهم هم الباقي، بقى طردت اللي باقي، فبقى لي 4 رجاله بس. وهنا هيبقى لي كام واحد؟ هنا هيبقى لي من الاربعه دول هيبقى لي 3. تمام شكرا. دكتور سمعت، هو في نفس السؤال، هو في حل في سؤال ميد ترم، في حل ان انا اختار كل ان انا اختار كل الاوبشنز ما عدا ان الاثنين يشتغلوا مع بعض، اختار كل الاوبشنز ما عدا ان الاثنين يشتغلوا مع بعض. طب ما هو ده اللي احنا قلناه في الاول. احنا قلنا اول حاجه ان انا مثلا ايه هجنب الاثنين دول ما يشتغلوش، ما يبقاش موجودين اصلا، فما يبقوش موجودين اصلا يبقى انا عندي 4 رجاله هختار منهم 2، او ان انا هدخل الاثنين معايا في الحسبان. انا لو دخلت الاثنين معايا في الحسبان هختار منهم 1. طب واختار الاثنين الباقيين ازاي؟ هختارهم من اصل الاربعة اللي باقيين، فيبقى عندي 4 سي 2 ضربت دول في بعض، وهنا عشان او يبقى بلس. هنا دول 3 رجاله هم اخترتهم من الاربعة، او انت تختار واحد من الاثنين وتختار 2 من الاربعة. انا اقصد ان انا اختار يعني ان انا في الاول افترض ان هم شغالين مع بعض وان كله شغال مع بعض وحل المسألة يعني، وبعد كده اطرح الاحتمال الثاني ان هم يكونوا الكرسيين يعني اللي هم الاثنين شغالين مع بعض والكرسي الثالث هو اللي بختار فيه. فالحل دوت وانا مش عارف انت قصدك ايه. عايزك توضح لي تاني بس معلش. يعني هو في اول احتمال ان انا اقول 6 كومباينيشن 3 تمام، لا واطرحه بقى من الاحتمال التاني اللي هو مفروض يعني هفترض يعني ان هو في الثلاث كراسي دول مثلا اول كرسيين اللي هم متاخدين من الشخصين يعني اللي هو هطرح الاحتمال المستبعد يعني. عارف فهمتني؟ هتقول 6 كومباينيشن 3 اختار من 6 3 تمام، بعد كده هتروح بقى الاحتمال المستبعد اللي هو موجود في المساله اللي هو ان انت تختار الاثنين مع بعض، تختار الاثنين مع بعض ده اللي هو ايه اللي هو هتختار الاثنين مع بعض اللي هو هيبقى اوصفها ازاي دي بقى. هتختار مثلا واحد من اصل الاربعه
وهتختار 2 من 2 2 سي 2 ماشي. انا ما جربتهاش، ما جربتش الحل بالشكل اللافف ده. لو طلعت معاك نفس النتيجه يبقى صح. يبقى لو هي طلعت معاك ان مثلا سي 4 سي 3 زائد قصدي سوري سوري 6 سي 3 ناقص ناقص ايه بقى؟ ناقص ال 2 سي 2 في ال 4 سي 1، لو طلع معاك دول هو نفس اللي حليته يبقى انت صح. تمام شكرا بس انا هجرب الحل. تمام جربه وهقول لك يطلع صح ولا غلط. يعني كده فكر فيها، متهيألي ان هو ممكن يطلع غلط للاسف يعني. لا هو هيطلع غلط مهندس، هو كده هيطلع غلط في الحل بتاع باشمهندس، ان هو شال احتمال ان الاثنين اصلا يكونوا موجودين في الثلاث رجاله اللي مختارهم مصر. شالهم خالص، هو هيطلع شالهم رد بيشيل. ممكن في حلول تانية ان هم يكونوا موجودين، واحد منهم يكون موجود من ضمن الثلاثه، انما هو شال الاثنين خالص. فيعني انت مهما فكرت هتلاقي الحل اللي احنا حاطينه ده في السلايد هو ده الحل الوحيد الصح ليها يعني. تمام شكرا باشمهندس. هو يا باشمهندس هو الحل هيبقى 8 سي 3 في 6 سي 3 ده كده كله. انا عايز اطرح من كله ده الاثنين دول، فهضرب 8 سي 3 في ال 2 سي 2 في ال 4 سي 1 هتطلع نفس الرقم. طب خلينا كده ابعت لي كده الواتساب وبص عليه مره ثانيه ماشي. انا اشرح بس اخر الحته دي عشان احل مسالتين وخلاص، عشان بس السكشن ما يطولش مننا. ممكن الجزء اللي باقي ده ابعت لكم بفيديو سجل الجزء الباقي بتاع الكونديشنال ده، لو بيز رول مش داخله وهتاكد انها مش داخله ابعت لكم بس اخر جزء اللي هو اخر مسالتين دول بحلهم ابعتهم لكم، مش تاخدوا ربع ساعه يعني. بعد لما اخدنا الايفنتس واخدنا الكاونتنج ميثودز للسامبل سبيس، بنيجي نعرف لك البروبابيليتي بقى، علم الاحتمالات. ان البروبابيليتي هو عدد عناصر اللي موجود. لو قلت لك ايه احتمال حدوث اي ايفنت، ايه البروبابيليتي بتاعت ايه احتمال حدوث الايفنت، ايه هي عدد عناصر الايفنت ايه على عدد عناصر السامبل سبيس، عدد عناصر الايفنت على عدد عناصر السامبل سبيس. البروبابيليتي ده يا باشمهندس لازم يبقى رقم اكبر من الصفر واقل من الواحد، حيث ان البروبابيليتي بتاعت السامبل سبيس ككل هي الواحد، زي ما انا كاتب لك كده بروبابيليتي السامبل سبيس بواحد. طب بروبابيليتي حدوث فاي حدوث ايفنت فاي هو صفر، هو صفر. في عندنا بعد كده شويه قوانين. عندك القانون الاولاني بيقول لك probability of ال A union B احتمال حدوث حدث A union B، ده بيساوي لنا ايه؟ احتمال A probability A plus probability B ناقص probability التقاطع. طب دي جت منين القانون ده؟ لازم تبقى فاهم جه منين. لو احنا رسمنا الفين دايجرام بتاعها، جيت جمعت probability بتاعت A زائد probability بتاعت B، تمام، جيت جمعت probability بتاعت A زائد probability بتاعت B، هتلاقي نفسك ان الحته المشتركه دي دخلتها مرتين، دخلتها مره مع A ومره تانية مع B، دخلتها مرتين مره مع A ومره مع B، فعشان كده قمت طرحتها ليه؟ عشان هي دخلت مرتين، مره دخلت مع A ومره دخلت مع B، قمت انا طرحتها. في عندنا حاجه تانية ان البروبابيليتي بتاعت قانون تاني، البروبابيليتي بتاعت ال A يونيون B يونيون C، لو عندك 3 ايفنتس يونيون مع بعض فيبقى ده بيساوي لنا البروبابيليتي بتاعت الايفنت الاولاني اللي هو الاي زائد الثاني اللي هو بي زائد احتمال حدوث الثالث اللي هو سي، مجموع الثلاث احتمالات مع بعض اي زائد بي زائد سي. الكلام ده هيبقى ناقص، ناقص ايه؟ انت دخلت الجزء المشترك ده مرتين صح، فيبقى ناقص البروبابيليتي بتاعت التقاطع اي مع بي، ناقص البروبابيليتي بتاعت التقاطع بتاعت سي مع اي، ناقص البروبابيليتي التقاطع بتاعت سي مع بي، الاجزاء اللي انت دخلتها مرتين. لو انت عملت كده هتلاقي المنطقة اللي في النص دي، المنطقة اللي هي اللي في النص رقم واحد دي، المنطقة اللي عليها رقم واحد دي، شايف المنطقة اللي عليها رقم واحد دي، المنطقة دي هتلاقيها انت دخلتها مرة من خلال الـ A ومرة تانية من خلال الـ B ومرة تالتة من خلال الـ C. دخلت المنطقة دي مرة من خلال الـ A ومرة من خلال الـ B ومرة من خلال الـ C، وقمت طرحها تلات مرات، طرحتها في التقاطع الأولاني وقمت طرحتها تاني في التقاطع التاني ومطرحتها تالت في التقاطع التالت، فعشان كده لازم تضيفها. وقمنا ضفناها هنا عشان هي انت جمعتها تلات مرات وطرحتها تلات مرات فراحت، راحت بالكامل، فعشان كده قمت انا ضفتها هنا.
بعد كده بقول لك اتنين نوتس، ان لو كان عندك الايفنتس ميشوالي اكسكلوزيف، يعني ايه ميشوالي اكسكلوزيف؟ دي يعني ما فيش ما بينهم تقاطع. لو ما فيش ما بينهم تقاطع فيبقى البروبابيلتي بتاعه الاي انترسكت بي احتمال سوري احتمال الاي يونيون بي، اي يونيون بي يساوي لنا ايه؟ ما هو التقاطع ده بصفر، ما فيش تقاطع اصلا، يبقى يساوي لنا ده زائد ده، بروبابيلتي اوف اي زائد بروبابيلتي اوف بي. واخر حاجه بيقول لك البروبابيلتي بتاعه اي حدث زائد الكومبلمنت بتاعته بيساوي لنا 1. probability بتاعت اي حدث زائد الكومبلمنت بتاعته بيساوي لنا 1. اي حد مش فاهم اي حاجه في السلايدز دي، عارف انها بسيطه يعني، اسمها axioms of probability. probability هو عدد probability بتاع حدوث اي ايفنت، عدد عناصر الايفنت على السامبل سبيس. probability بيطلع رقم موجب، سوري على الاشاره دي، الاشاره دي غلط، هي ما بين الواحد صفر والواحد. تمام، البروبابيلتي بتاعت السامبل سبيس بواحد، والبروبابيلتي بتاعت الفاي بصفر، ودول هما شويه الاديتيف روز اللي موجودين عندك. ده اللي عليك هنا. تعال ما نخش نشوف الامثله اللي موجوده. امثله هنا موجوده سهله جدا يعني، مفيش تفكير يعني. هناخدها مهندس اتفضل. معلش كان عندي سؤال من 3 دقايق ونسيت اساله. السؤال اللي حضرتك حليته مش فاكر كان 8 ولا 9، بس اللي هو بتاع الكتب ده يبقى 8B3 ولا 8C3؟ بتاع الكتب هيبقى سي. ليه قصدي هيبقى 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 اللي هو بتاع الكتب ده هيبقى بي، سوري هيبقى 8B3. ليه هيبقى بي بتاع الكتب؟ ترتيب؟ لا سوري 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 ركز بس. بتاع الكتب هيبقى سي. ليه هيبقى سي كومباينيشن؟ عشان بتاع الكتب الترتيب فيه ما بيفرقش، لان هو يختار ثلاث كتب ويراجعهم، ما قالكش ان في واحد في الصفحه الاولى وواحد الصفحه الثانيه وواحد الصفحه الثالثه. الترتيب مش هيفرق، مادام الترتيب مش هيفرق يبقى كومباينيشن. اللي قبله الترتيب فرق، واحد اول واحد تاني واحد تالت، واحد في الاول واحد في المؤخره واحد في الوسط واحد في المقدمه بتاعت البرنامج، فبيفرق الترتيب. وصلت هنا؟ اه تمام. هنا الترتيب ما بيفرقش، الترتيب فرق يبقى برميتيشن، الترتيب ما بيفرقش كومباينيشن. دول هما شوية القواعد اللي انت لازم تبقى ذاكرهم. انا هديك السلايدز دي عشان تبص على القواعد دي، يعني انت السلايدز دي انت ذكرتها، انا متوقع ان ده كده بالنسبة لك جزء من probability 100-100، مفيش مشكلة فيه. تعال ما نشوف الاسئلة اللي موجودة هنا. الاسئلة الموجودة هنا سهلة وفي منتهى السهولة، نحلها مع بعض وكده اخر السكشن. اول سؤال بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان هو في عنده 3 حصنة A و B و C. تمام، في عنده 3 حصنة A و B و C. احتمال ان الحصان A يكسب هو ضعف ان احتمال الحصان B يكسب، يبقى احتمال الحصان A يكسب بيساوي لنا مرتين ان الحصان B يكسب. وبيقول لك ان احتمال الحصان B يكسب هو ضعف احتمال الحصان C يكسب. احتمال الحصان B يكسب هو ضعف احتمال C، يعني C أصغر حاجة. تمام، بيقول لك ايه هي احتمال بقى ان كل واحد فيهم يكسب؟ احتمال ان A يكسب، واحتمال ان B يكسب، واحتمال ان C يكسب، احتمال ان كل واحد فيهم يكسب. دي هتتحل ازاي؟ انا في عندي 3 حصنة بيتسابقوا مع بعض، فاكيد اكيد فيهم واحد هيكسب من الثلاثه دول، فيبقى يعني اكيد 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 ان البروبابيلتي بتاعت ان الاي يكسب زائد البروبابيلتي ان البي هو اللي يكسب زائد ان البروبابيلتي ان سي هو اللي يكسب دي اكيد بتساوي لنا واحد. انا عندي 3 حصنة بيتسابقوا، فاكيد فيهم واحد هيكسب. تمام، فيبقى اكيد مجموع البروبابيلتيز بتاعتهم بيساوي لنا الواحد. طيب من هنا بقول لك ان احتمال الاي هو ضعف البي، واحتمال البي هو ضعف السي، فانا ممكن اشيل البي هنا واحط مكانها 2 بروبابيلتي بتاعت السي، واقوم شايل الاي هنا واحط مكانها 2 بروبابيلتي بتاعت البي، اللي هي هي هياها البروبابيلتي بتاعت البي دي كانها 2 بروبابيلتي بتاعت السي، يبقى البروبابيلتي بتاعت ايه بايه 4 بروبابيلتي اوف سي. دي معادله واحده في مجهول واحد، 4 زائد 2 زائد 1 يبقى هيدي لك 7،
probability بتاعت السي بتساوي لنا 1، يبقى probability بتاعت السي هتلاقيها بتساوي لك 7، ويبقى probability بتاعت بي 70، والاخ ده يبقى 4 سباع، يبقى الاخ ده يبقى بيساوي لك 4 على 7، والاخ ده يبقى بيساوي لك 3 على 7. في حد عنده اي مشكله في السؤال ده؟ معلش لي 4 على 7 وليه 3 على 7 تاني؟ طيب الثلاث حصنة لازم واحد فيهم يكسب، فيبقى مجموع الثلاث احتمالات بتاعت مكسب كل واحد فيهم بيساوي لنا 1. في اي مشكله في دي؟ لا تمام. البروبابيلتي اوف سي خلاص سيبيها زي ما هي. البروبابيلتي اوف بي بدل ما هي بروبابيلتي اوف بي هنزلها 2 بروبابيلتي اوف سي. البروبابيلتي اوف ايه بدل ما هي بروبابيلتي اوف ايه هنزلها 2 بروبابيلتي بي، اللي هي هي هي، ممكن اشطب دي واكتب مكانها 2 بروبابيلتي اوف سي. 2 في 2 بكام؟ ب 4، يبقى 4 بروبابيلتي بتاعت السي. 4 و2 و1 يبقى 7، 7 بروبابيلتي بتاعت السي بيساوي لنا 1، يبقى بروبابيلتي السي بتساوي لنا كام؟ 3. 7 بروبابيلتي السي بيساوي لنا 1، 4 زائد 2 زائد 1 فيها 7، 7 بروبابيلتي السي equal 1، يبقى probability C بتساوي لنا كام؟ 1 على 7. 1 على 7. يبقى probability A لو انا جيت probability B سوري بكام؟ 2 في 1 على 7؟ 2 في 1 على 7 سوري، يبقى دي 2 على 7. probability اللي فوقيها بتاعت الـ A بكام؟ 2 في probability B، 2 في 2 على 7 اللي هي 4 على 7. وصلت كده؟ تمام. السؤال اللي بعده بيقول لي ان انا عندي زهر رميتها، بيقول لي ان في ايفنت ايه ان الاوت كام اللي هيظهر لي اقل من 2، والايفنت بي ان الاوت كام اللي هيظهر لي اقل من 5، سوري ايفنت ايه اكبر من 2، ايفنت بي اقل من 5. بيقول لي قول لي هل دول ميوتشوالي اكسكلوزيف ولا لا؟ السؤال ده يعني بصراحة بره نطاق هذا الدرس، يعني ده كان المفروض الدرس الأولاني خالص بتاع الإيفنت أوبريشن. الإيفنت إيه؟ إن الضاي لما جيت رميتها إن الأوت كام بتاعها أكبر من 2، يبقى عناصره إيه؟ اللي هو بتاعها أكبر من 2 ده هيبقى عناصره 3 و4 و5 و6. طب الإيفنت بي اللي هو أقل من 5، أقل من 5 اللي هو 1 و2 3 و4. هل الايفنت A والايفنت B بيتقاطعوا مع بعض؟ في بينهم عناصر مشتركة ولا لا؟ هتلاقي ان في ما بينهم عناصر مشتركة، يبقى نقول ان الـ A is not mutually exclusive. نفي نفي اثبات، هما بيتقاطعوا يعني هما مش ما بيتقاطعوش. is not mutually exclusive. طب ايه هو بقى البروبابيلتي وفي الـ A يونيون B؟ هنيجي بعد كده نروح جايبين الـ A يونيون B كايفنت نشوف عدد عناصره كام. معلش يا باشمهندس الحته اللي فاتت دي التانية، معلش. هو هنا الـ A عناصره هي العناصر الدائره مي الزهر لو رميتها اللي اكبر من 2، مين هم اللي اكبر من 2؟ 3 و4 و5 و6. طب والبي ايفنت ان لما انت هتيجي ترمي الزهر هيبقى الناتج بتاعك اقل من 5 اللي هو ايه 1 و2 و3 و4. هل الاثنين دول بيتقاطعوا؟ هل في حاجه مشتركه ما بينهم ولا مفيش؟ بيتقاطعوا ولا لا؟ بيتقاطعوا في لو بيتقاطعوا، لو بيتقاطعوا بنقول عليها نوت ميوتشوالي اكسكلوزيف، هما مش ما بيتقاطعوش. مش الاكسكلوزيف دي معناها ما بيتقطعوش، فانا بقول ان هم ليس ما بيتقطعوش، ان هو نفي النفي اثبات. تمام. دي الاي اند بي. تمام. الاي اند بي از نوت ميوتشوال اكسكلوزيف. هنا الاي اند بي از نوت ميوتشوال اكسكلوزيف. تمام. طيب بعد كده هنا
بيقول لي هات لي probability بتاعت ال A union B. A union B. عشان تجيب ال probability دي لازم نجيب ال A union B كعناصر. نشوف عناصرهم ايه. لو جبنا كده ال A union B كعناصر هتلاقيها المجموعة بتاعت مجموعة العناصر بتاعت ايه؟ الاتنين زائد بعض. حط عناصر ده عناصر ده. يبقى الواحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. هو ايه هو تعريف probability اصلا؟ عدد عناصر اللي جوه الاقواس ده على عدد عناصر السامبل سبيس. هي عدد عناصر اللي بين الاقواس ده كم عنصر؟ الايفنت ده كم عنصر ليه؟ ستة. طب عدد عناصر السامبل سبيس بتاعت رمي الزهر ستة. هيبقى ستة على ستة بيدي لك واحد. هو ده probability واحد. ده السؤال اللي بعده. السؤال ده مهم جدا وساعات كتير بيجي في الكوزات. كان جه في كوز السنه اللي فاتت. جبناه في كوز السنه اللي فاتت كل الناس. فالسؤال ده مهم جدا. تمام. السؤال رقم 13 ده بيجي كوزات. ده كتير احتمال كبير هو بيجي في الكوزات. فتعال نشوف كده السؤال ده بيقول لك ايه. بيقول لك البروبابيلتي بتاعت ايه 0.3، البروبابيلتي بتاعت ايفنت بي 0.2، البروبابيلتي بتاعت التقاطع بتاعهم مع بعض 0.1، وفايند ذا فولوينج. البروبابيلتي بتاعت الاي كومبلمنت اللي هي الاي كومبلمنت بقى انت عندك البروبابيلتي بتاعت حدوث الحدث ايه هي 0.3. طب البروبابيلتي بتاعت الاي كومبلمنت احنا اتفقنا ان البروبابيلتي بتاعت الاي زائد 1 ناقص 0.3 بيساوي لنا 1. يبقى البروبابيلتي اوف الاي كومبلمنت على طول هيساوي لنا 1 ناقص ده قانون محفوظ البروبابيلتي اوف الاي يبقى يساوي لنا 0.7. السؤال اللي بعده البروبابيلتي اوف الاي يونيون بي ده برضو قانون محفوظ البروبابيلتي اوف الاي يونيون بي هيساوي لنا البروبابيلتي اوف الاي بلس البروبابيلتي اوف البي ناقص بروبابيلتي التقاطع اللي هو الاي انترسكشن بي. ده كده البروبابيلتي اوف البي الاي يونيون بي اللي هو بروبابيلتي اوف الاي زائد البروبابيلتي اوف البي ناقص بروبابيلتي التقاطع. طيب بعد كده البروبابيلتي اوف الاي كومبلمنت انترسكشن البي. شباب لما نيجي نحل المسائل اللي بالشكل ده اللي هي بتبقى حاجه مش محفوظه فاحنا بنستخدم الفينن دايجرام. تعال لما نرسم الفينن دايجرام. يعني انا حتى في الماجستير بتاعي بستخدم الفينن دايجرام في المسائل دي. بيجي زي دي في الماجستير في عندنا مادة probability 2 و probability 3 وفي عندنا أمثلة زي كده بس على مستوى أصعب شوية. واستخدم الفينن دياجرام ده للأسف. يعني ده عندي الـ A وهي ده عندي الـ B. بص بقى هو بيقول لك إيه. بيقول لك الـ A complement بيقول لك الـ A complement انترسكشن مع البي. الـ A complement اللي هي فين؟ اللي هي اللي بره الـ A. اللي بره الـ A هو ده كله. ده اللي بره الـ A. اللي بره الـ A ده عايزه انترسكت مع ايه؟ انترسكت مع B. B اللي هي الحتة دي. الاتنين دول انترسكشن مع بعض. تقاطع مع بعض. طب الاثنين دول تقاطعوا مع بعضه ملاحظ ان هي مديني انهي جزء؟ هتلاقي ان هو بيدي لك الجزء البي. ده اللي هو البي بس اللي موجود في البي كومبلمنت اللي موجود في البي لوحده مش البي كومبلمنت. هيديك الجزء اللي جوه البي او اللي موجود جوه البي لوحده اللي هو ده بيساوي لنا ايه الجزء ده. هتلاقي ان البي ناقص التقاطع بي ماينس البي تقاطع ايه صح كده. هتلاقي البروبابيلتي ده بيساوي لنا البروبابيلتي اوف البي بس لازم تعرف ازاي تستنتجها مش تحفظها. probability of B ناقص probability of B intersection A. لو انت فهمت دي خلاص تقدر تحل الباقي عادي على فكرة. لو ما فهمتهاش تعافهم واحدة كمان. تمام؟ هي طريقة الجزء ده التقاطع بتاعهم اللي انت هشرته مرتين والجزء ده اللي هو موجود في B بس. انفع عشان كده قلت B كلها ناقص طرحت الجزء ده طيرت الجزء ده عشان كده كده الجزء ده مش داخل في التقاطع. رحت انا مطير اللي هو جزء التقاطع بتاعه طيرته عشان هو مش داخل في ضمن الهاتش بتاعي.
تعال ما نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لك probability of ال A intersect ال B complement. probability of ال A intersect ال B complement. فتعال نرسم كده ال Venn diagram بتاعنا. ادي ده كده ال A وادي ده كده ال B. فين بقى ال B complement؟ ال B complement هو اللي بره ال B، اللي بره ال B اللي انا هشرح لك دلوقتي. ده الجزئية اللي بره ال B. تساوي ال probability of A minus the intersect. تمام، تعالى نشوفها، وادينا هشرت اهو الجزء الاولاني ده. طيب بعد كده فين بقى ال probability، فين بقى قصدي ده ال B complement اللي انا هشرته دلوقتي؟ طب فين ال A؟ ال A اللي هو ده. فين بقى الحته اللي متهشره من الاثنين؟ هتلاقي الحته اللي متهشره من الاثنين هي اللي انا دلوقتي هعلم عليها باللون ده، اللي هي ال A intersection. اللي هي عباره عن probability of ال A ناقص ال intersection، اعلم عليها باللون الاحمر. هي دي الجزء اللي هو ايه، اللي هو لونته بالاثنين، اللي هو الجزء ده، ده الجزء اللي تلون بالاثنين. اللي هو عبارة عن ايه الجزء ده؟ عبارة عن probability of ال A ناقص probability of intersection. تعالى اما ناخد سؤال تاني. كاينة في اخر سؤال ده اللي هو probability of ال A complement intersection مع ال B complement. هما كلهم نفس الطريقة على فكرة، فلو عرفت تحل واحد خلاص. هنرسم كده ال two events A و B، كله بيتحل بالفينن دياجرام. يا شباب عود نفسك تحل الفينن دياجرام عشان هيجيلك هنا أسئلة كتير ما تحفظ، لو حفظت مش هتخلص. فين ال A complement؟ ال A complement اللي بره ال A، هتظل اللي بره ال A. فين ال B complement اللي هو اللي بره ال B، فتظل اللي بره ال B. هيبقى التقاطع بتاعهم ايه؟ انا ظللت اللي بره الايه وظللت اللي بره البي. طب التقاطع بقى بتاعهم هيبقى ايه بالظبط؟ هيبقى السامبل سبيس ماينس الايه والبي. صح كده، يبقى التقاطع بتاعهم هو كل اللي بره الايه والبي. يبقى التقاطع بتاعهم، يبقى التقاطع بتاع الجزئين دول لما تيجي تتخيل اللي بالاخضر فين مع اللي بالاحمر، هتلاقي ان ده بيساوي لنا واحد اللي هو السامبل سبيس بالكامل ناقص ناقص ايه بقى؟ ناقص ايه اتحاد بي، probability of ال A union B. مش هو ده الانترسكشن على طول؟ لا، ال A union B مش انترسكشن. لا انا قصدي يعني ال A complement. ما هو probability of ال A زائد probability of B بيساوي لناش واحد. تاني معلش كده، اقول لك ايه تاني او اشرح دي تاني؟ ماشي معلش. ماشي مفيش مشكله، اهو واحده واحده. ادي ده كده الدايرتين A و B. فين اللي بره؟ هو بيقول لك A complement intersect ال B complement. تعالى اما نمثل A complement ده هنا A وده هنا، يعني اللي مش A واللي مش في نفس الوقت B. تمام، فانا هقول هنا ال A complement اهي اللي بره، ده هي الـ A complement بتاعتي. طيب تعال نشوف بعد كده الـ B complement اللي هي كل اللي بره الـ B. فين الاريا اللي متعلمة بالاتنين مع بعض؟ اللي هي التقاطع بتاع الاتنين دول فين؟ هتلاقي ان التقاطع بتاع الاتنين دول هو عبارة عن الاريا اللي بره الاي واللي بره البي، اللي هما فين انهي نقط؟ اللي هي النقط دي، الجزء اللي بره الاي واللي بره البي.
ايوه تمام. مع بعض هنعبر عنه ازاي؟ بان هو واحد السامبل سبيس كلها ناقص الاتحاد، لان الجزء ده اللي هو الاي والبي مع بعض بنسميهم اتحاد، اي يونيون بي. تمام. اخر سؤال بيقول لك لو كان الاي والبي والسي ميوتشوال اكسكلوسيف، يعني مفيش ما بينهم تقاطع، هل ينفع ان البروبابيلتيز بتاعتهم، ان البروبابيلتيز بتاعتهم تبقى 0.3 و 0.4.5 ولا ما ينفعش؟ لو الاي والبي والسي نوت ميوتشوال اكسكلوسيف، هل دي ينفع يبقى الاحتمال حدوثهم هي الاحتمالات دي ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش. الإجابة ما ينفعش. طب ليه؟ لأن أنت لو عملت probability في الـ A union B union C تمام؟ هتلاقي إن ده بيساوي لنا 0.3 زائد 0.4 زائد 0.5 هيساوي لنا 1.2 اللي هو أكبر من واحد، يبقى بالتالي غلط. يبقى لو كان mutual exclusive المفروض الاتحاد بتاعهم ده probability اتحاد، يبقى عبارة عن probability ده زائد ده زائد ده. طب لما أنت جمعت الثلاثة دول زائد بعض دولك إيه؟ دولك 1.2 اللي هو أكبر من واحد، يبقى إذن دي غلط. تاني حل المساله دي ازاي؟ هو مش بيقول لك ان دول اصلا مش الاكسكلوسيف، قول له تمام ماشي، لو مش الاكسكلوسيف يا عم الحاج المفروض ان، لو هما مش الاكسكلوسيف زي ما انت بتقول، المفروض ان probability of ال A union B union C بيساوي لنا probability of ال A plus probability of ال B plus probability of C. لو هما يعني ميوتشوال اكسكلوسيف يبقى اليونيون هو عباره عن مجموعه الثلاثه زائد بعض، مفيش انترسكشن تحذفه اصلا. طب لما تيجي تجمعهم مع بعض جمع جبري اللي هي a زائد b زائد c، هتلاقي ان هي 0.3 زائد 0.4 زائد 0.5، يبقى هتلاقي ان مجموع الكلام ده مع بعض 1.2، وانا اصلا قايل لك البروبابيلتي قيمتها ايه من اول صفر لغايه واحد، يبقى اذا كلامك ده غلط، يبقى هما نوت ميوتشوال اكسكلوسيف، يبقى هو في تقاطع ما بينهم، هما بيتقاطعوا مش ما بيتقاطعوش، مش هما ميوتشوال اكسكلوسيف، لا هما نوت ميوتشوال اكسكلوسيف. في اي حد عنده اي سؤال في الثلاث توبكس اللي شرحناهم؟ رقم اف بس هو فاضل الكونديشنال بروبابيلتي، ده ابقى ابعت لكم بي فيديو، هو بسيط جدا 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 يعني. مش مهم السؤال، بس في رقم جي هو بيقول probability بتاع ال A كومبليت و union B كومبليت دوت، هقول له ان هو دوت بيساوي ال probability بتاعت ال A زائد ال probability بتاعت B المتقاطعين. ايوه اللي بره ال A تقاطع اللي بره، ايوه اللي مش في ال A هو زائد اللي مش في ال B، صح كده؟ ايوه اللي مش موجود في الاثنين، اللي مش موجود في الاثنين ده اللي هو ايه؟ اللي هو ال S ناقص ال A وال B، واحد ناقص الاتحاد ايه اتحاد بي ايه لو سمبل سبيس كله ناقص اللي هو بروبرتي اوف ايه زائد بروبرتي اوف بي. ماشي، ممكن نمبر اي نمبر اي تمام، تعال نحلها مع بعض. انا عملت لها سكيب عشان هي نفس الفكره، تعال نحلها مع بعض. هي نفس الجي انا ينفع نعمل دي مورجان صح؟ ايوه انا بسال فيك، ممكن من غير دي مورجان ومن غير اي بتنجان. تمام، بصوا تعال نفكر فيها واحده واحده، يعني ينفع اعمل فيها دي مورجان؟ دي مورجان هتبقى جي دي مورجان سيوري، ان انت تقول ان الاي يونيون بي اول كومبلمنت، ده بيساوي لنا الاي كومبلمنت انترسيكشن بي انترسيكشن مع البي كومبلمنت، وتحلها يعني نفس الجي على اخر واحده نفس الجي بعد. تمام، تعال نفكر فيها تفكير تاني، سيبك انت من النظريات دي، النظريات كلها مستنتجه من الفيلن دياجرام. تمام، تعال نشوف كده ايه ترتيب كده تفكير تاني. هو انا عندي الـ A union B، الـ A union B اللي هو ايه؟ الجزء اللي بره ده. طب لما انا اجي اقول لك all complement، يعني بعد ما انت تجيب الاتحاد ده complement، يبقى انت كده هتبقى قصدي على ايه؟ قصدي على الجزء ده الاصفر اللي بره بقى. مش انت لما بتجيب حاجة بتجيب اللي براها، فانت بتجيب اللي بره اليونيون، فهو ده اللي هو الواحد ناقص اليونيون. مش انت اي حاجة complement، اي حاجة كومبلمنت، اي بطيخة كومبلمنت. تمام، اي بطيخة كومبلمنت بتقول ان هي عبارة عن واحد ناقص البروبيلتي بتاعت البطيخة دي. يعني انا هنا هجيب الاصفر صح؟ انت عندك بيساوي لنا واحد ناقص البروبيلتي بتاعت البطيخة دي، اللي هي واحد ناقص البروبيلتي وفي الاي يونيون بي اللي هو اللي احنا استنتجناه في الجي. بس انا عايز اتأكد. تمام، شكرا. هل في حد عنده اي سؤال تاني؟
تمام. بالتوفيق يا شباب ان شاء الله في الميد ترم، وزي ما احنا وريتكم كده ميد ترمات بسيطه وسهله 25 درجه ان شاء الله يعني مضمونين. اتفضل. هو السكشن ده داخل معانا في الميد ترم لحد ما وقفنا، والفيديو اللي حضرتك تبعته كمان داخل معانا ولا؟ داخل، بس انا اتاكد ان بيز رول داخله ولا لا، اكلم الدكتور ان شاء الله وهتاكد منه اذا كانت داخله ولا لا البيز رول. لو داخله هشرح لكم الفيديو ده. هو الباقي اصلا في السيشن اللي كان المفروض اشرحه دلوقتي هو جزء الكونديشنال بروبابيلتي والامثله عليها، هما المثالين دول. والبيز رول لو كانت داخله المفروض احل عليها المثالين دول. طيب يا باشمهندس، داخله وامثلتها مش تبقى داخله، هيبقى بس التو سلايدز دي اللي باقيين لك قبل الميت. هديهم لك فيديو بسيط. هو الدكتور في حد الكونديشنال ايه؟ دكتور عندنا وقف لحد الكونديشنال. ماشي، لو ادى الكونديشنال بس انا هشرح الكونديشنال في فيديو سريع ربع ساعة وابعته لك. هي كلها على بعضها مسألتين وسلايد واحد. يا باشمهندس اتفضل. كنت سألت حضرتك على الديسكريت والكونتينوس. طيب اتابع معاك على الواتساب عشان ده سؤال فردي. طب تمام شكرا. منسو المتر 20 ولا 25 درجة؟ السنة اللي فاتت كان 25، قبلها كان 20. طب السنة دي هي اللي بتحدد الميد ترم يبقى من كام، هي اللي بترسم خطة المادة. بس انتم عندكم انا شايف ان الاسايمنت فورماتيف اللي نزل صح؟ يعني زي السمستر اللي فات؟ يبقى 25. هو في ميجر برضو، حتى لو في ميجر يعني ده هيبقى نفس السيناريو بتاع السنه اللي فاتت، نزلوا فورماتيف اساينمنت ونزلوا ميجر اساينمنت وكان واحد، وكان ساعتها كان الامتحان ميد ترم 25 درجه، ده نفس اللي حصل السنه اللي فاتت بالظبط. تمام ماشي، التوفيق ان شاء الله في الامتحان. هبعت لكم الفيديو ان شاء الله. السلام عليكم. شكرا جدا يا باشمهندس. سلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا يا باشمهندس. شكرا يا باشمهندس.